مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من مساء الخير امريكا. في الحقيقه حلقتنا النهارده كانت هتبقى عن الجزء الثاني للزياره التاريخيه للبابا توادروس لامريكا وبالذات في الغرب. ولكن احنا هنبدا بالاحداث اللي حصلت بس ساعتين ثلاثه قبل ما يبدا البرنامج واللي كلنا فوجئنا بيها، الهجوم على باريس وايه اللي حصل فيه وايه اللي تم. وفي الحقيقة أنا لما بصيت على اللي حصل وشفت العالم إزاي بيرياكت للي حاصل في باريس، ما قدرتش نفسي من إني أعمل كومباريسن لما بيحصل برضو إرهاب في مصر. إيه اللي بيحصل؟ العالم كله دلوقتي واقف جنب فرنسا، لما بيحصل حاجة أقل من كده بكتير في مصر بنلاقي إنه العالم كله بيبدأ يهاجم مصر. هنتكلم عن الموضوع ده وهنتكلم على ديتيلز اكتر ونحلل تحليل كده مع ضيوفي ليه المعاملة المختلفة اللي بنشوفها دي، وليه بدل ما الناس او بدل ما العالم بيهاجم مصر ليه ما بيقفش معاهم ومعاها ويسبورتد في كل اللي بتعمله. نفس اللي بتعمله مصر واللي دايما بتعمله هم اللي عملوه النهاردة في فرنسا وفي ايفنتس تانية من مصر كده، ومع هذا ما فيش اي نقد وما فيش حاجة. الأول نبدأ مع بعض، دعوني أرحب بضيوفي. معايا النهاردة الأستاذ مجدي سليمان مدير قناة لوجاس. مساء الخير أستاذ مجدي. مساء الخير وأهلا بيك وثانك يو فور كومين. شكرا ليك. ومعايا طبعا بيزنس مان المحبوب معانا قوي الأستاذ رأفت صليب. مساء الخير أستاذ رأفت. أهلا بحضرتك وشاكر جدا أنك برضو شرفتنا النهاردة في الحلقة. ده شرف لي يا فندم. اللي حصل النهاردة هجوم إرهابي زي عشرات الهجمات اللي بتحصل في مصر، يمكن العدد هنا أكتر كتير من احنا شفناه في مصر. بصينا لقينا الرئيس الفرنسي أعلن حالة طوارئ. مصر تيجي تعمل حالة طوارئ الدنيا تهيك، وهيومن رايتس والفريدم والديمقراسي والدنيا تتهد علينا. نزل 1500 جيش عسكري جيش في شوارع باريس. الجيش ينزل في حته عشان يحافظ عليها، الدنيا تتقلب، الدوله اتقلبت بقت دوله عسكريه، الدنيا العسكر ماسكين الدنيا، العسكر ماسكين قفل البوردرز النهارده. يعني انت عارف رئيس فرنسا قال لك كل حد يدخل ولا حد يطلع. ابص الاقي الدنيا كل الدنيا ما فيش حد بيتكلم عليها. دبحونا 21 واحد في ليبيا، رحنا عملنا هجمة مضادة، الدنيا هاجت علينا، ازاي تدخل وازاي تعمل. كل يوم والتاني طياراتهم بتضرب في كل حتة زي ما عايزين. لسه اول امبارح ضربين اللي هو جان ده اللي هو الجهادي جان او جان اللي هو بتاع ايسس اللي هو دبح الاثنين او ثلاثة الامريكان، والدنيا مهيصة ان هم عملوه بالضبط. فانا شايف كده انه العملية يعني ازدواجيه، بس ازدواجيه جامده يعني، وما فيش يعني ايه اللي ممكن واحد يعمله اكتر او اللي يتعمل. يعني انا بصراحه بشفق دايما على الحكومه المصريه. هو ده اللي بيتقال عليه الكلب مكيالين، وده دايما بيبقى غلط في اي حاجه. يعني في البدايه طبعا يعني نحب ان احنا باسم قناه لوجوس وباسم البرنامج طبعا بعد اذن الاستاذ نبيل بنقدم التعازي للشعب الفرنسي في هذا الحادث الارهابي الخسيس، وراح ضحيته في بعض المعلومات بتقول 150 وفي بعض المعلومات بتقول اكتر من كده. فاحنا وفي بعض المصابين طبعا نتمنى للمصابين كمان يعني تمام الشفاء. هو ما فيش شك طبعا الحادث ده حادث ارهابي زي اي حادث كان بيحصل قبل كده، بس ده يمكن شدته ومفاجئته والترتيب بتاعه وكونه يحدث في بلد زي فرنسا اللي هي يعني بيقال عنها بلد ديمقراطية فيها الحرية وفيها الثقافة وفيها الفن وفيها كل حاجة. يعني عاصمة النور، باريس بيطلق عليها عاصمة النور. ان يحصل سبع انفجارات في سبع اماكن مختلفة في نفس التوقيت ده شيء غريب انه يحصل في فرنسا، وخصوصا ان قبل كده كان في حادث ارهابي اللي هو بتاع الصحيفه اللي هو ابيدو دار النشر. بالظبط.
وكان في تحذيرات ان ممكن يكون في حادث كبير قادم، بس الحادث زي ده مش ممكن يكون اتعمل صدفة، ده مترتب له من مدة طويلة. في بعض التحليلات بتقول انه ممكن يكون اكتر من سنة او ممكن سنتين كمان بيترتب لحاجة زي كده. الحادث ده الحقيقة هيخلينا نقف قدامه فترة، لان ما كانش جميع دول العالم هتبتدي تنظر للإرهاب نظرة واحدة، ويبقى في مواجهة للإرهاب منسقة بتعاون كل الدول، ومفيش حاجة اسمها يعني ان في البلد دي يبقى التعامل بطريقة وفي البلد دي التعامل بطريقة تانية. زي ما حضرتك بتقول من شوية علينا حالة الطوارئ، اتقفلت الحدود، محدش اتكلم، مفيش بقى حقوق انسان طلعت ولا قالت اصل فيه، ولا والجيش نزل محدش اي تعليق سلبي، الكل بيدين الحادث، الكل بيدين الحادث، والكل بيتوعد الارهابيين، والكل بيقدم المساعدات، والكل بيصرح انه على استعداد انه يساهم. المفروض الموقف ده يكون في جميع الاماكن اللي بيحصل فيها مثل هذه الاحداث. واحنا عندنا المثال الواضح قوي ان احنا بقالنا في مصر من بعد 30 يونيو واحنا بنواجه احداث ارهابية يوميا وفيها يعني خسائر كبيرة جدا في الأرواح، وبيتكبدها الجيش المصري العظيم، ويتكبدها رجال الشرطة، وبيتكبدها المواطنين الأبرياء الشعب. فلازم بعد الحادث ده يكون في وقفة، ووقفة يعني لكل دول العالم وكذلك الأمم المتحدة يكون لها دور، إنما حتة الإدانة بس والكلام ده مش هتنفع. وبعدين حتة الكلب مكيالين برضو مش هتنفع في الفترة اللي جاية، لأن مفيش بلد في العالم هتكون بمنأى عن هذا الإرهاب الأسود. صح. أستاذ رافض، إيه رأيك في اللي حصل والكلب مكيالين زي ما سمعنا من الأستاذ مجدي؟ طبعا برضو في البداية أنا بضم صوتي للأستاذ مجدي، بنقدم التعازي لكل الشعب الفرنسي شعبا وحكومة، لأن فعلا دي مأساة بكل المقاييس، يعني أن يروح ضحية أبرياء 152 بيبل وكلها على دفرن يعني في أماكن مختلفة، فدي حاجة مأساوية فعلا يعني. لكن الموضوع المكيال بمكيالين ديت لو احنا بصينا كده على مر السنوات الماضية هنلاقي ان احنا عندنا الإرهاب ده بيحصل every year for one country، بيطلع العالم كله يقول لك ندين الإرهاب ونقدر نقدم مساعدات وأول آخره، وفي النهاية بتمشي العملية وبعد كده بنعرف مين الجامعة وتخلص العملية وتهدى العملية. لكن العالم كله يعرف فين نقط الإرهاب، العالم كله عارف فين مكان الارهاب، العالم كله يعرف كويس جدا الارهاب ده مسلح باي انواع اسلحه، ما هياش غريبه عن حد بالزبط. دي حاجه مش بعيده عن واحد، لكن احنا ما احنا شايفين ان في دول معينه بعينها يوم ما تعمل اي حاجه او تدافع عن نفسها او يكون لها حق الدفاع عن نفسها العالم كله يهيك. تحصل في اي دوله تانية ما حدش يفتح بقه. يعني شوف النهارده، تعالى نشوف النهارده مصر، سيبك من بعد 30 يونيو، لو رجعنا ايام مبارك، ايام سنه 80 و82 و85 و89 ويام حادث الاقصر وحادث ايه وحادث ايه، في ارهاب طبعا. كل اللي بيحصل بيطلع يقول لك ندين الارهاب واحنا بنقدم مساعدات. طب ايه المساعدات؟ لا، لما ايام حسني مبارك لما قال لك نعمل مؤتمر دولي للارهاب بعد حادث الاقصر، لا بس كانوا بيدينوا رد الفعل. يعني لما كان رد الفعل من الشرطه مثلا بيبقى مقاومه هذا الارهاب ويتقبض على الناس وتحقيقات وحاجات زي كده، كان بيبقى في ادانه دي الخطوه الثانيه. دي الخطوه الثانيه، بس الخطوه الاولانيه احنا ندين الارهاب. تبتدي مصر بقى تاخد الخطوات اللي هي تدافع عن نفسها، نخش بقى في حقوق الانسان وحقوق الحيوان والقصص اللي هم عم بنسمعها دي كلها. الوضع النهارده لما ايام حسني مبارك وقال لك ان احنا عايزين نعمل مؤتمر دولي للارهاب، وكان ايامها انا افتكر عمرو موسى كان هو متزعم من الموضوع ده، لحد وقتنا هذا من سنة 85 و95 لحد النهاردة ما حدش قادر يفسر ايه هو الارهاب. كل ده تطلع تقول لك طب ايه هو الارهاب، واحد يقول لك الارهاب ده هي منظمة شايلة اسلحة، ولا الارهاب ده منظمة شايلة قنابل، ولا الارهاب ده شايلة مجموعة شايلة قصافات في ايديها، ولا شايلة سكاكين. هل العالم لحد النهاردة مش قادر يشوف وضع معين لكلمة الارهاب ده ايه؟ ايه هي كلمة الارهاب في نظرهم؟ هل الارهاب ده زي ما حصل النهارده ده بيسمى ارهاب، ولا بيسمى ده عمل فردي، ولا بيسمى واحد مجنون طلع بالجن وضرب قنبلتين ومشي؟ لحد النهارده العالم مش عارف يوصل لده. تعال نشوف النهارده في وضع مصر، مصر اي اكشن بتعمله مصر تو رياكت لاي حاجه بتحصل تلاقي العالم كله هايج عليها. وادي لك اقرب مثل في اليمين اللي فاتوا دول بس. الشاب اللي قبضوا عليه الصحفي محمد صبري. بان كي مون نفسه يطلع يقول لك انا قلقان. الآن ليه يا عم بان كي مون؟ قال لك الآن انه خاطف صحفي. قال له
الراجل ده بينشر معلومات تضر الامن القومي. الراجل ده بيقول ان الجيش مسكوا فيه مجموعه كانت بتخطط اغتيال الرئيس. فالجيش من حقه المخابرات الحربيه والمخابرات العسكريه من حقهم. وبعدين في قانون يستجيب. في قانون بيتطبق هو القبض او التحقيق او الكلام ده مش بيكون طبقا للقانون؟ القانون طبعا للقانون. وانت النهارده يا استاذ مجدي امر النيابه وكله بالظبط. اما دي النهارده حضرتك تروح منزل بيان وتقول الصبح ان في كذا كذا في الجيش وكان في كذا وكذا وكذا. هل الجيش ده مش من حقه يقول لك تعالى وريني انت جبت الكلام ده منين؟ ما يمكن انت تعرف حاجه انا ما اعرفهاش. انت بتتكلم اختيار رئيس جمهوريه. بالمناسبه هو استدعي ولم يقبض عليه. استدعي للتحقيق. بس طبعا العالم كله هاج ونفاجئ ان هذا الشاب ليس عضوا في نقابه الصحفيين، يعني ما يعتبرش صحفي، بس عشان عمل له منظمه وقال لك هو ما عرفش ايه حقوق الانسان، كلام كله حقوق الانسان دي فعلا تعبت لنا اعصابنا. هي دي نقطه الضعف اللي موجوده حاليا في التعامل مع الارهاب، لان الارهاب زي ما احنا نقول ان هو ما فيش مكان في العالم، مش دوله، ما فيش مكان في العالم بمنأى او هيبقى محصن ضد الارهاب، الارهاب ممكن يحصل في اي حته. فما كانش هيبقى فيه تعاون وتكاتف وبامانه وصدق في التعامل مع هذا الارهاب، الموضوع هيتنامى وهيكبر ومفيش، يعني هيبقى الخسائر اكبر بعد كده. مش هيحصل يا استاذ مجدي. تعالوا نستعرض بسرعه ايه اللي حصل النهارده، لان اكيد في ناس كتير يمكن ما يكونش عندها فكره علم بالموضوع ده. ايه اللي حصل؟ من حوالي 3 او 4 ساعات حصل مجموعه من الهجمات على اماكن متفرقه في باريس. كان اعمها او اكبرها كان في ستاديوم، كان فرنسا كانت بتلعب جيرماني في مباراه وديه، وكان الرئيس الفرنسي موجود في الاستاديوم. وحصلت عده انفجارات، اعتقد انه ناس فجرت نفسيها وبدا في قلق. ولغايه دلوقتي المعلومات بتقول ان كان في احزمه ناسفه بس ما استخدموهاش. لسه بنشوف بالظبط. وفي الوقت نفسه او في تقريبا في نفس التوقيت كان في هجوم على كونسرت، حفله فيها حفلة في مسرح واعتقد اثنين طلعوا في البلكونه وبداوا يضربوا بالرشاشات في الناس. يقال ان في الاستاديوم مات حوالي 100 او حوالين 100 في الاستاديوم مات في الكونسرت ماتوا حوالي 40 واحد. لا بالعكس، لا هو العكس. 40 في الاستاديوم هو اللي كانوا في المسرح تم حصارهم كرهائن، ودي كانت قبل التعامل بتاع البوليس والشرطة والجيش الفرنسي مع الإرهابيين. فكانوا جوه يمكن كان في عدد لا يقل عن 1000 واحد في هذا المسرح، والمسرح ده هو عبارة عن قاعة مؤتمرات ومسرح في نفس الوقت، اسمه مسرح باتاكلون. وده موجود في باريس. أثناء بداية الفضح طبعا الإرهابيين كانوا محتجزينهم وابتدوا يقتلوهم، ابتدوا ضرب نار عليهم عشوائي. وتدخل الامن طبعا، استدعى ان البوليس بقى يبقى قتل منهم، في انباء بتقول اثنين وفي انباء بتقول اربعه. طبعا زي ما انتم شايفين الاخبار طبعا متضاربه دلوقتي، او يعني ما زالت في حقائق كتير هتبدا تظهر. وفي برضو مكان تاني او اماكن تانية كان فيها ريستورانتس وبرضو فيها حصل تفجيرات او ناس بتضرب رصاص على الناس اللي موجوده هناك. ببساطه يبدو انه هجوم ارهابي منظم على مواقع مختلفة في الوقت نفسه، تسبب او في محاولة لارباك البلد ونشر الذعر في باريس. طبعا بمجرد ما حصل الرئيس الفرنسي مشي من المباراة وعمل اجتماع طارئ لمجلس الوزراء بتاعه وقرر عدة قرارات سريعة جدا، منها زي ما قلنا انه عمل حظر جوي وعمل انزل الجيش وقفل الحدود. يعني ببساطة قال ان مفيش حد لا يدخل ولا يطلع. طبعا دي اجراءات، يعني بيقولوا مثلا حظر الجوي ده او الحظر التجول عدم التجول ده او حظر التجول ما حصلش من ايام الحرب العالمية الثانية 1944 بالظبط. يعني اول مرة تحصل في اوروبا انه بعد الحرب العالمية الكلام ده. طبعا دي بتتكلموا تاني على بلد الديمقراطية، بلد الحرية، بلد حقوق الإنسان، انه يبدأ يعمل خطوات زي دي
ما دي اجراءات في الحقيقه بتتشارك فيها يعني طبعا. لا هو اللي انا بس واقف عنده ان احنا دايما بيلمونا على الحركات على نفس الخطوات اللي هم بيعملوها بالظبط. ده اللي بيخلي هي يعني يمكن اللي حصل النهارده طبعا ده حادث مؤسف جدا طبعا طبعا ولكن اعتقد ان ده لازم يخلي الدول الغربيه او الدول الاوروبيه تشعر المسؤوليه بتاعتها امام هذا الارهاب، والا الموضوع هيبقى مش ماشي في الاتجاه الصحيح. استاذ مجدي عمره ما هيحصل طول ما في مصالح شخصيه للدول. هاو ميني تايم حاجه زي كده حصلت؟ هو مش ما حصلتش حاجه بالمقياس ده. لا ما حصلتش حاجه بالمقياس ده لا، بس حصل قبل كده في 40 وفي 30 وفي 20 وحصل في فرنسا قبل كده وحصل في انجلترا وحصل في الدنمارك يعني بيحصل. برضه كان بيحصل باعداد بسيطه وما اعتقدش انهم تخيلوا ممكن يحصل حاجه زي كده. طيب يعني النهارده مسمينها دي 9/11 فرنسا. اوكي يعني اللي حصل هناك بالظبط ما حصلش قبل كده. هو ده اللي انا يمكن مختلف شويه، انه الكم والتعدد في نفس الوقت اعتقد انه في ويك اب كول. طب ما حصل قبل كده في المطعم اليهودي اللي انضرب قبل كده. بتبقى حاجات في مكان واحد يعني. عايز اقول اللي حصل قبل كده ايه الرياكشن اللي حصل من الدول دي؟ هقول لك فرنسا بقت اقصى على الارهابيين دي عما كانت قبل كده، يعني بعديها على طول راحوا قبضوا على ناس كتير وحكموهم، وفي واحد اتحاكم في 7 ساعات لما بيقولوا بتاع الجريده ده اتحاكم في 7 ساعات، وكانوا بيحتجوا على المحاكمات العسكريه السريعه اللي بتتم في مصر وهم عملوا اسرع منها. يعني ده اللي انا بقول عليه، انه دايما في معامله مختلفه لما نيجي لمصر. مش عارف انا كل يعني عملوا ده وقفوا يعني دلوقتي وقفوا المترو لاينز اللي في تشيك بوينتس موجوده في كل حته، قفلوا شوارع كتير تشيك بوينتس. انت بتتكلم على انك وانت ماشي في الشارع ممكن حد يوقفك انت رايح فين وجاي منين وليه وفين اوريدي بدا هنا في ودي عمرها ما حصلت برضه في اوروبا من بعد الحرب العالميه الثانيه. بالظبط اوريدي بدا في ال ايه النهارده المطار في تشيك بوينت دلوقتي عمليات هنا ابتدى الرعب ابتدى يشتغل هنا طبعا. بس الواحد لازم يتكلم في حاجه برضه. انا شايف من رايي الشخصي يعني رايي الضعيف ان اللي بيحصل في العالم ده كله هو سببه هنا. هي البلد سبب شك. الارهاب في العالم ده ما فيش شك طبعا، دي حاجه لازم نعترف بيها. بالظبط احنا عشنا في البلد ديت وعلمناكم من خيرها. المفروض امريكا تبقى هي الليدر بتاع العالم لحرب الارهاب وليس العكس. دعم الارهاب بس هو اللي بيحصل ان امريكا هي دعم الارهاب. دعم ده بقى وهي امريكا مش بعيده عن الارهاب. لا يعني النهارده اللي حصل في فرنسا ممكن يحصل في امريكا. هو المفروض بعد سبتمبر 11 واللي حصل في سبتمبر 11 المفروض ان احنا النهارده امريكا تختلف كومبليتلي عن الطريقه اللي كانت بتتعامل بيها مع الشعوب وبالذات الشعوب العربيه بفور ذا سان 11. بس الواضح النهارده ان انا هديلك اقرب حاجه. الاسبوع اللي فات كان مين موجود هنا في عاملين بتاعه المؤتمر بتاع حقوق الانسان اللي كانوا عاملينه في الوايت هاوس وراح حضر فيه محمد ابن محمد سلطان رايت ابن احمد سلطان ده معاه جنسيه امريكيه بس بيطالب بحقوقه في مصر بيقول لك مصر فيها ومصر فيها والمصر وحقوق الانسان وحقوق الانسان والقصص اللي احنا عارفينها دي. انا اللي انا عايز اعرفه حاجه واحده، ايه هي اخوان المسلمين كمنظمه ارهابيه تمثل لامريكا؟ دي لا بلد لا عندها اقتصاد، ايه اهميتها؟ لا بيحصل بينها استيراد وتصدير. وبعدين في نقطه مهمه جدا، انت شايف ان كل الشعب متكاتف ضد هذه الشعوب العربية كلها النهارده ضد الشعوب العربية كلها ضد الإخوان المسلمين. وبعدين أعتقد إن في معاهد ودراسات كتير موجودة هنا بتقول إيه التاريخ بتاع الجماعة دي. أيوه بس ده كلام مظبوط، لكن أنا النهارده كواحد كأوباما النهارده الراجل اللي ملوش لازمة ده اللي إحنا بنتمنى يغور في داهية النهارده قبل بكرة، إن الراجل ده إيه المنظمة دي تمثل بالنسبة لك؟ يعني دي زيها زي حماس. حماس بتمثل بالنسبة لك إيه؟ بالعكس ده حماس يمكن كان عندها قضية، يعني ممكن نقول عندها ممكن نقول قضية تكون ورا قضية، لكن صح. الناس دي تمثل ابن انحرفوا إيه؟ شوية بس عندهم قضية. يعني مين هو؟ ده سؤال غير واضح. ما هو مش هيوضح ليه، لأن أخوه في كينيا ماسك جامعة ماسك الأمين صندوق بتاع جامعة الإخوان المسلمين وهو نفسه تحس إن هو كل انتماءاته يعني تحس إن هو فخره كله إرهابي. طيب يعني لما يكون الرئيس كده طب فين الكونجرس؟ كونجرس مين؟ يعني بيه كلها سياسة. هو لا يعني هو مع الفرق بس الرئيس هو المسؤول عن السياسات.
الكونجرس مسؤول عن اصدار قوانين، وبالتالي يعني ما نقدرش نلوم الكونجرس في الموضوع ده. الكونجرس كله يعمله ان هو يصدر قرار يسبورت او يبقى ضد الـ 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 الخطوات التنفيذيه اللي هو بيعملها الرئيس، وبالتالي يعني مش هقدر اقول ممكن يعني يبدو صوتهم، لكن ما زالت القدره التنفيذيه موجوده في الرئيس، وهو اللي بيرسم. لو بص في الدستور هو اللي بيرسم السياسات الخارجيه وبينفذ القوانين اللي تصدر عن الكونجرس، فمش هيجي لك من الكونجرس اكتر من ان تشجيع او شجع من اللي بيبقى في كومنت على الاحداث ويبقى في توجيه بيبقى في نصيحه بيبقى في شجب او تأييد، لكن هو كل حاجه في ايده هو يعني في الحاله دي او في السياسات الخارجيه، في تحريك الجيش، في انه يؤمر قوات انها تنزل في حته، كل دي مرميه على بس في كونز لجنه العلاقات الخارجيه كل ده بيدرس. لكن تاني مين اللي معاه القوه التنفيذيه اللي بيعمل؟ انت ممكن تعمل توصيات وتصدر اللي انت عايزه، طب او مش اكتر ضباط الجيش هنا قايلين له او الجيش هنا قايل له انك لازم تحارب بقوات تنزل في ايسيس او في سوريا عشان تقدر تحارب داعش، هو رافض، قال لك لا بس الطيارات بس اللي تضرب، والطيارات عمرها ما بتكسب لوحديها حرب، لازم في قوات يعني تستحوذ على بالزبط. الارض اللي بتنظفها هو اللي رافض، وهو ده من حقيقه من السبب الاسباب الكبيره زي ما بتقول انه ضعفه او عدم جديته في انه يحارب داعش ويحارب الارهاب ويحارب كل الجماعات المتطرفة، بالعكس انه يحتضن جماعات تانية متطرفة زي الاخوان المسلمين يعني وغيره. بيحتضن بعض الجماعات يقول لك دي تبقى معارضة يعني زي ما حصل في سوريا مثلا بالظبط ويؤيدها وهكذا، فبيعمل ايه؟ فبيخلق مجال وفسحة من الارض ان القوات التانية او الجماعات التانية انها تحصل، هو ده اللي حصل. في غياب قوة أمريكا أو وجود أمريكا القوي في المنطقة لازم تبدأ قوات تانية تبلأ الفراغ ده. تعالوا الأول نتفرج على فيديو 17 ناخد فكرة بس إيه اللي حصل في فرنسا، وبعد كده هنعقب على واحد من مرشحي الرئاسة الأمريكية وحتعرف بالظبط إيه أو ليه الماس اللي حصل ده في العالم سبب مين. هنتفرج الأول على فيديو 17 ونرجع نكمل نقاشنا في الموضوع ده. At least 11 have been killed in this shootout in the bar in the 10th district of Paris. We understand that a gunman used an automatic gun to open fire there, and people reporting seeing dead bodies in the middle of the street. Well, AP now reporting that President Hollande has gone into an emergency meeting with his officials. Let's speak now to the Paris-based journalist Jess Sestili, who is monitoring events there. And Jess, now we're getting this picture of a major coordinated attack across the French capital. Yes, indeed. So it's just started off with the first, what we thought was a bar being shot at, but recently we found out there's a Korean restaurant, just by where the Charlie Hebdo officers were back in January. This is an area populated mostly by younger generation, and recently, straight afterwards, we heard about the Stade de France explosion where François Hollande was attending a Paris-friendly match. I've heard from France 24 sources that he has been put in a more safe position, obviously, and he's now attending a meeting with Interior Minister Bernard Cazeneuve. Shortly, just probably about 10 minutes ago, 15 minutes ago, we've heard about this attack just down the way from the restaurant in the 11th, which is a concert hall where there was a rock group playing that night. We don't know for sure who is exactly being held hostage. We're assuming audience members. We don't know if it's the group. This has also been a very popular bandstand for a younger generation. It's also about 5 minutes walk from the Liberation offices, as well as where Charlie Hebdo was being held for all these months since the January attacks. Yeah, we understand now that Charlie Hebdo have moved their offices for safety reasons, but it does appear that, as you say, the two of these locations are fairly close to each other. Do we know anything more, Jess, about the timings? Whether these were sort of simultaneous? Well, they weren't simultaneous. The first one that happened was the first sirens that I heard were coming from about 10:30 p.m. and that was in the bar. I'm just going to interrupt you. We're just getting news now from AP quoting police in Paris, at least 26 dead
is now the figure that we're getting from them. So clearly this is a major incident here. Yes, this is a major incident, and you can definitely feel it on the ground. There is complete chaos in all the roads. Police have cordoned off areas. There's no one on the streets apart from officials and obviously press. Although the press aren't really being allowed into much areas at the moment, since emergency services are still dealing with all the people that have been hurt. Shortly afterwards, there was the Stade de France explosion, which was more coordinated with the bar. And only about 15 minutes ago have we heard news of this hostage situation in the Bataclan theatre just down the road, where there was a rock concert taking place. And we think that the majority of those who've been killed are at this restaurant near the Place de la République. Yes, indeed. It's a restaurant frequented more so by the younger generation. It's very popular, it's very cool, and it also with a lot of tourists. So it seems a bit of an unlikely target, more so a surprise hit, hoping to find where a lot of people would be on the Friday night. And what's the reaction? We're watching these live television pictures here on BFM. What's the reaction of the French media? Well, the French media are trying to find more information, as we all are here at Sky. And also, we are sending people onto the ground as soon as possible. For the minute, police sources are stating to us a different amount of deaths that we're receiving from AFP. So we are likely to have a more clear outcome of what the situation as soon as the police receive send out their report. Yeah. At the moment it's a very tense scene, and it's very high pressure. Yeah, and it does indicate that they're obviously trying to establish details as much as everybody else is. Yes, at the moment. Exactly. Jess, for the moment, thank you very much indeed for that. So let's just update you on that latest figure that we're getting from AP, quoting French police sources. At least 26 dead now being reported in a number of incidents, at least three across Paris, with the latest at that concert hall being described now as a hostage taking, which is still underway. And the number of deaths rising as they establish exactly what's happened on the streets of the French capital. We'll keep you updated with these live pictures that we're getting from French television, BFM TV. So it is now 10 o'clock. You're watching Sky News Live as we update you with this breaking news from Paris. At least 26 dead in what's reported to have been a multiple act of violence, according to French police. Explosions were heard inside the Stade de France football stadium, the country's president watching a football match there just minutes earlier. Well, this is the scene live with French television. Reports that hostages, as we say, being held at the city's Bataclan concert hall, and as you can see, the French anti-terrorist police with what appear to be semi-automatic weapons, bulletproof vests, are creating cordons at these at least three locations across the capital. Let's speak now. طبعا ده كان جزء من الاخبار اللي حصلت. خدوا بالكم العدد كان اقل من دلوقتي، لكن لان دي كانت على طول اول ما حصل الحظر. طبعا العدد عمال بيزيد او زاد بعد كده. لسه قبل ما اجي على طول كان 158 في فوكس نيوز. ممكن الاستاذ مجدي يكون سمع 152. في النهايه العدد طبعا بيتغير من وقت للتاني لغايه ما يوصلوا ل او لغايه الصوره ما تتضح اكتر ونعرف العدد الكامل. عموما سيان 152 150 160 140 طبعا ده عدد هائل جدا، وخطوره الموقف انه حصل في عده اماكن في نفس الوقت، فواضح انه في تخطيط وتنسيق شغال. في الحقيقه اول ما سمعت ده كان عندي شويه تعليقات اشيرت معاكم. يعني واضح جدا انه امريكا والاوروبيين مش واخدين ايسس او داعش سيريوس. بيتدلعوا. يعني الكوليجن اللي موجود، الاتحاد اللي موجود لمحاربه داعش، في حوالي 120 دوله. لعلمكم من ساعه ما بداوا الحرب ضد داعش او ما يقال بالحرب ضد داعش، عملوا حوالي 670 طلعه. ايام في صربيا كانوا بيطلعوا 555 طلعه في اليوم. في اليوم. ما لما بتبقى سيريس بتحط كل لا، هي المقاومه الحاليه، التحالف الحالي ده نوع من الديكور. ده ديكور جدا. يعني هو نوع كده بس علشان يبقى ظاهر
انه في قدام العالم ان في يعني مقاومه في، لكن في الحقيقه ما فيش حد لان انا واثق تماما ان لو في فعلا تحالف جدي يمكن القضاء عليه. ايه المانع؟ دول هيجوا يعني اكبر من هتلر؟ ده يشيلوا دوله بالكامل. لا بالزبط. يعني انا اقصد هتلر كان في وقت من الاوقات ما كان فارد دراعاته على الدول كلها، ينزلوا في العراق يشيلوها بما فيها ويشيلوا ليبيا بما فيها. ما اصل بص، فهو هو تحالف شكلي وليس 120 فعلي. دوله ولا 70 دوله ولا ما فيش ده امريكا. سيبوا مصر، مصر عليها. وبعدين تعالى شوف من لما ابتدت روسيا تتدخل ايه اللي حصل في الايام البسيطه اللي في البدايه، يعني بدا في تقدم. مين هم اصلا ده يا جوليا بيه؟ احنا سيبنا القاعده، ما احنا كل مره بيطلع لنا منظمه تشتغل لنا وبعد كده ايه نموت الليدر بتاعها وبعد كده نسكت عنها يطلع لنا واحده. هي داعش اصلا جايه منين بالظبط؟ ومين اللي عمل داعش؟ ومين اللي ربى داعش؟ ما هو كله هنا. هم دول اللي عملوا داعش، وهم اللي عملوا بن لادن، وهم اللي عملوا القاعده، وهم اللي عملوا كل المصائب دي كلها جايه من هنا. ليه؟ لان هنا شايفين الديمقراطيه بطريقه وشايفين الارهاب بطريقه. تعال بدي لك اقرب مثل، يعني شوف مثلا عندك موضوع الجان كنترول. الجان كنترول ده الكونجرس بيتكلم فيه من ايام كارتر لحد وقتنا هذا. شو بيحصل؟ كم حالة قتل كل سنة؟ وكان بيحصل واحد داخل على المدرسة، واحد يخش على منطقة بوليس، واحد يخش يعني في الأسبوع بيعدي لما بيبقى في حادثة. تسمع قصة ومات 25 ومات 20، زي الواد اللي راح مثلا الجيش نقطة الجيش وموته 25 واحد. تسمع الكونجرس يقول لك جان كنترول. ليه؟ واي يو هاف تو كاري جان؟ واي هاف تو كاري جان؟ هنا بقى في حتة مصالح بقى تجارية، كلها تجارة السلاح مع بتوع الكونجرس كله، أصلها كلها مصانع بزنس شغال. لكن مين قتل مين يموت هو كيرز؟ طالما البزنس شغال وكله بيقبض وكله بيمشي كله، لكن ما فيش حد بياخد قرارات للاسف. النقطه الثانيه هي السذاجه اللي موجوده في الغرب وفي امريكا في التعامل مع الجماعات الاسلاميه الارهابيه. السذاجه انه لا يعلموا انه هذه الجماعات لا تعرف الا القوه. اذا زي بقول لك لازم نناقش معها ولازم نحاورها تحاور من وتتناقش مع مين. اذا كان هو قاعد على الترابيزه بيتمنى لك انه يقتلك، او اذا كان في مقدرته انه يقتلك وانت قاعد قدامه هو هيقتلك. فاي منطق انت بتتعامل معه؟ ففي سذاجه رهيبه جدا في الغرب، وفي سذاجه موجوده في السياسه الامريكيه وتاثيرها على العالم كله. وبالتالي بيعتقدوا انه لما تتعامل معهم بطريقه حضاريه هم هيتحولوا لحضاريين. يتغيروا؟ لا، انت بتتعامل مع هم لو بينفذوا يعني هم البلاد دي كلها فيها معاهد دراسات سياسيه وابحاث رهيبه جدا من سنين طويله عن كل الاحداث في العالم. طب ما بياخدوش الناتج بتاعها ده ويستخدموه في القرارات اللي بياخدوها ليه يا استاذ مجدي؟ انت محتاج تاكل اللي انت ما عندكش اجهزه. لا انا اقصد موجود يعني الادله، موجود يعني الادله يعني اللي بتثبت. ما ينفعش ابدا نتعامل في مثل هذه الاحداث ومع هذه الجماعات بالاسلوب الحضاري. يعني اجهزه المخابرات اللي في العالم دي كلها، اللي هي امريكا واسرائيل والمواساد وانجلترا، وده الناس دي كلها ما عندهاش اجهزه مخابرات عارفين احنا بنعمل ايه دلوقتي هنا. هو في الحقيقه من الحاجات اللي اتقالت النهارده انه بيعيبوا على المخابرات الفرنسيه انها زي ما اكتشفتش بلاد ده انه حاصل في حتت مختلفه. ففي دلوقتي هجوم جامد على المخابرات الفرنسيه، ازاي هم ما يقدروش يعملوا كده؟ وعن سبتمبر 11 ليه ما عندناش المخابرات الامريكيه؟ برضه كان فشل، فشل طبعا. هو في الحقيقه في الوقت ده ما بتلومش، يعني انا ممكن اقول لك ليه امريكا ما اكتشفتش كده. امريكا كان عندها اعتقاد راسخ ان المحيط يفصلها عن العالم وكل فهي وكل يعني أخطاره. مصونة او بعيدة عن كل الاخطار. هم فوجئوا بطرق جديدة. الكلام ده كان زمان يتوقع. ايام ما كانش فيه طيران، ايام المراكب وايام التليفونات وبتاع يعني دي من الحاجات اللي كانوا they relaxed على اساس انه مين هيعدي المحيط بالزبط. عشان يجينا ويعمل بالزبط. معنا الاستاذة دولت. مساء الخير استاذة دولت. ايوه ازيك؟ مساء الخير، اهلا بيك. مساء النور لضيوفك الكرام. انا عايز اقول حاجه يا استاذ نبيل. يعني هم كانوا عاملين كومبينه على مصر الاسبوع اللي فات واللي قبليه بخصوص الطياره الروسيه، واتهموا ان مصر هي السبب في حكايه الطياره ومش عارف ايه. هم مش واعيين بالارهاب ده بدا، يعني اوروبا مش ماخده بالها ان الارهاب ده ممكن يدخلها في عقر دارها. يعني اللي حصل النهارده اللي في باريس ده، ولندن من كام يوم كانت بتقول ان كان في مقاله منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي وبتتداولها كذا قناه
انه اوباما نفسه قال الكلام ده انه اللي بيعملوه على مصر ده علشان مصر تعيد الاخوان المسلمين للحياة السياسية. يعني يا اما مصر تدخل تاني الاخوان المسلمين ترجعهم للحياة السياسية يا الا هيحصل لها كتير من حظره من السياحة تنقطع من يقطعوا منها ويعملوا وهم مش شايفين ان الارهاب ده ممكن يدخلهم في اوضهم اوض النوم بتاعتهم. يعني اللي حصل النهارده لباريس ده درس لازم ما ينسوش. لسه بوتين من كام يوم بيقول انه عاوز يعمل مؤتمر دولي ليشوفوا الارهاب ده يجننوه يعملوا معرفش يعني كان المقاله كانت مكتوبه ازاي وقالوا لا ده بوتين عاوز يبقى ماسك العالم كله هو يبقى المسؤول عن العالم كله. طب هو شوفوا دلوقتي الارهاب ده جايكم ازاي هما امتى هيفوقوا اوروبا دي امتى هتفوق دلوقتي كل المهاجرين اللي بيهاجروا لالمانيا واوروبا والحتت دي اغلبهم من داعش يا استاذ نبيل. داعش دلوقتي في كل المجمعات اللي دخلت اوروبا كلاجئين لازم يخلوا بالهم من الناس دي الناس دي فيها داعشيين كتار والدور دلوقتي على انجلترا دي اللي واقفه لمصر في حلقها وعايزه تتعاقدها باي طريقه عشان خاطر الاخوان المسلمين الدور عليها صح الدور عليها صح. امريكا لسه الاسبوع اللي فات لسه في واحد ضرب كان واحد في مدرسه اظن ولا مش عارفه فين وكان في طياره لسه من كام يوم برضه وقعت في مكان في ولايه من الولايات هنا في امريكا. هم بس حاطين عينهم على مصر مصر اللي عملت الطيارة الروسية مصر اللي وقعت الإرهاب فيها مصر لازم يوعوا للي بيحصل ده يا أستاذ نبيل صح يعني أشكرك. أوباما ده لازم يصحى من النوم ويشوف إيه اللي بيحصل يشوف إيه اللي بيحصل عشان ينقذ مصر في كل حاجة صح أشكرك يا أخت دولة نعم كان في حد وهم داعش عندهم في كل مكان ده صح أشكرك جدا على المداخلة وثانك يو يس. كان من كم اسبوع كده كان في حد من الكونجرس كان قال لاوباما يعني جتب اوباما يعني ده على ذكر يعني مدام دوله بتقول يصحى من النوم فقال له الكلام. انا فعلا ساعات بتقعد تشوف السياسه الامريكيه دي حتى سيبك من موضوع اوباما حتى قبل اوباما السياسه الامريكيه دي ليها خط لا انت قادر تفهمه ولا قادر تقراه. يعني هي النهارده مصر انت النهارده عمال تهيج العالم على الطياره ومش الطياره روسيا نفسها ما بتهيجش انت بتعمله المفروض دول العالم كلها تقف مع مصر تقف مع مصر لما البلد دي وقعت مجرد ان مصر تقضى على الارهاب ده انا اعتقد هو في حد ذاته قضاء على الارهاب في العالم ده كله. كلام مظبوط ده يعني هي البدايه لازم تبقى كده من هنا. انت عارف النهارده يعني النهارده انت عمال تهيج العالم كله ضد مصر روسيا نفسها ما بتعملش اللي انت بتعمله يعني صاحبة الطياره وصاحبه الشعب ما بتعملش بتعمله النهارده لو الارهاب ده النهارده سيطر على مصر. وبعدين عايز اقول لك حاجه انت لو تلاحظ ان ابتدى التصريحات اللي هي بتقول ده عمل ارهابي وبتاعه كده علشان يبقى ناتج عنه السياحه تتاثر ما ده خراب بيوت ده لمصر. كان قبل ما التحقيق يخلص طب انت بناء على ايه ده انت حتى لو عندك معلومات طب ما تقولها مع المسؤولين المصريين. لا بس النهارده دخلنا في طرف ثالث دلوقتي دلوقتي قصه بريطانيا رجعت في طرف ثالث بس اللي انا عايز اقوله النهارده لو مصر وقعت ما انت ليك مصالح في الشرق الاوسط. لا مصر مش هتقع. لا نفترض الله لا يقدر يعني مصر كامريكا ما انت مصالحك كلها مصر هي طبعا. مصر السنتر بتاعك طبعا. طب انت ليه عايز توقع البلد دي ده البلد دي مصلحتك انها تقف على رجلها. هو لو ما كانش فيه 30 يونيو هو كان هيبقى فيه ارهاب بس هنا في فرنسا لكن هيبقى السنتر هيبقى بتاع الارهاب هناك ومتوزع لهم وكالات في كل انحاء العالم. يا بيه العالم دول بتوع داعش دول او الجهاد او القاعده العالم دي لا يمس للاسلام بشيء طبعا. العالم دي ليهم ايديولوجيه معينه ليهم فكر معين ليه اسلوب معين دي الدنيا يعني لما تيجي حتى تبص على اليافطه اللي كاتبها يعني تبص تلاقيه حاطط فلان قبل فلان يعني ليهم ايديولوجيه مختلفه بدليل ان هم مكفرين كل الدول المسلم نفسه كفر بالنسبه لهم بالزبط. فما بالك احنا بالنسبه لهم ايه فده لازم العالم يتغير فكره عن الارهاب يعني الارهاب النهارده النظره تتغير لان الواقع هيبقى سيء هو اوريدي بقى سيء اهو يا استاذ مجدي اوريدي بقى سيء وهيبقى اسوأ ولازم النظره تتغير والتعامل يتغير. هو انا عايز في الارض هو واحد زي اوباما الاستيوبيد ده ايه مشكلته النهارده انه عمال يدعم الناس اللي موجوده في سوريا ضد حافظ ضد بشار الاسد. ما هو الاسد لو وقع ما هي سوريا دي كلها اصبحت ملجا
للداعش كله ويتجمع معهم الجهادين ويتجمع معهم التكفيريين ويتجمع معهم بالمجموعة بتوع بن لادن ويتجمع معهم شوية من حماة. يعني ده انت عندك ده علشان التخطيط القديم اللي كانوا عايزين يعملوا تغيير في المنطقه, خلاص تقسيم منطقه شغال خالص, وكان الموضوع ده برضو كان يعني مفروض تنفيذه في مصر برضو. فانت لما يبقى حصل بوظت عليهم الخطه دي, فلما بوظت الخطه دي أبدأ. طب انت عايز ايه اذا كان اصبحت سوريا دلوقتي مركز تجمع للارهابيين في العالم كله, جم بقى من افغانستان ومن باكستان ومن هنا ومن العراق وكله راحوا بقى ارض خصبه واسلحه وفلوس. طيب وبعدين انت منتظر ايه؟ هو انت فاكر ان الناس دي لما تدعمها هم اللي هيغيروا الحكم؟ طب واللي هيجي هيبقى شكله ايه؟ يعني في اكتر من طريقه ممكن علاج بيها المشكله السوريه غير انها يبقى في دعم للمنظمات الارهابيه بالشكل ده. من الكومنتس برضو على اللي حصل, انه اللي حصل في العالم ده هو نتيجه طبيعيه ل السياسة الخارجية الفاشلة لأوباما. ساعة أوباما مجيه وهو رفض التدخل في أي حاجة, رفض أنه يبقى جدي في محاربة الإرهاب في أي مكان, سيان كان في العراق في الأول, سيان كان في سوريا, سيان كان في ليبيا, سيان كان في مصر. كان نتيجة طبيعية جدا للي بيعملوا كده. كمان أي وقت الحقيقة أنه ما كانش فيه في التاريخ الحديث أي وقت أن أمريكا بهذا الضعف, وكون تحب السياسات الأمريكية ما تحبهاش, لكن كان في حاجة بتحمي هذا العالم, أنه وجود القوى الأمريكية في العالم بتبسط سلام على العالم كله. يعني كان زيان حتى لو كان سلام غير عادل سمتايم في بعض الحدث, يعني ولكن أمريكا تبقى هي رمانة الميزان بالزبط. اللي هي تبين تبقى هي المسؤولة, تبقى دايما في الصف بتاع السلام العالمي والحفظ. أوباما عمل جهد جامد جدا على إضعاف القوى الأمريكية في العالم, على إضعاف الدور الأمريكي في العالم. وزي أي حاجة أنت لو عندك شارع كان فيه فتوة, يعني حتى ما انتش لكنه كان بيظبط السلام في الحارة. يعني أول ما الفتوة بيمشي بتبص تلاقي كل الحرامية والنصابين كلهم بيطلعوا, كل ده فعلا اللي حصل. يعني مع فرق التعبير, ولكن وجود قوة أو كون إن أمريكا لازم تبقى قوة ليها وزنها في العالم بيبسط على العالم كله سلام. ومش انا بقول كده, انت عارف لو نتفرج على فيديو 18 هتلاقي ان فرانكو روبيو اللي هو مرشح للرئاسة هو قال نفس الكلام ده من 3-4 ايام. قال انه قوة امريكا هي اللي بتطرح السلام في العالم, وضعف امريكا بيسبب كل الفوضى اللي احنا فيه. تعال نتفرج على فرانكو روبيو اللي هو واحد من المرشحين للرئاسة عن الحزب الجمهوري. تعال نتفرج ونقول ايه, لانه فعلا I think إنه هو حط صبعه على المشكلة اللي حصلة دلوقتي. اتفرج عليه ونرجع نعلق معاكم عليه. And yes, I do want to rebuild the American military. I know that Rand is a committed isolationist. I'm not. I believe the world is a stronger and a better place when the United States is the strongest military power in the world. Marco, how is it conservative? How is it conservative to add $1 trillion expenditure for the federal government that you're not paying for? How is it conservative? How is it conservative to add $1 trillion in military expenditures? You cannot be a conservative if you're going to keep promoting new programs that you're not going to pay for. I may respond more quickly. Yeah. Very quickly, somebody. We can't even have an economy if we're not safe. There are radical jihadists in the Middle East beheading people and crucifying Christians. A radical Shia cleric in Iran trying to get a nuclear weapon. The Chinese taking over the South China Sea. Yes, I believe the world is a safer... No, I don't believe. I know that the world is a safer and better place when America is the strongest military power in the world. ببساطة بيقول I know, يعني ده ملخص exactly انه امريكا القوية بتفرض السلام على العالم كله, والعكس صحيح. وده اللي حصل فعلا من اوباما يعني هو الرئيس الوحيد اللي افقد هيبة امريكا في العالم. بالزبط. هو انه الاعداء عارفين انه هو مش هيحارب فبياخدوا ادفانتج وشجع الارهابيين ان هم يبرطعوا في العالم. يعني عمر الرئيس ما عمره رئيس امريكي قال ان انا
مش هروح في اي حته. انت بتقول له انا ادفانس اعمل انت عايز تعمله وانا مش عارف. حتى كلينتون اللي ما كانش بيحب يحارب لكنه عمره ما اعلن ان هو مش هيحارب. لانك مجرد ما تقول انا مش هنزل بقواتي في اي مكان مهما حصل ما فيش مبدا كده. ده كل ظرف له ظروفه بالظبط. يعني دي جرين لايت اللي بيحصل وده النتيجه اللي حصلت دلوقتي وهو ده فعل عصا. زي ما انت شفت روبي قال لك ايه؟ قال لك مش ممكن. انا اول حاجه اعملها ان انا هقوي الجيش بتاعنا تاني وهرجع هيبه امريكا تاني وهرجع امريكا قويه تاني علشان نبدا نوقف كل الفوضى اللي حصلت. اللي كان بيرد عليه وران بول اللي هو المرشح الثاني وده من الناس اللي هي بتاخد الموقف الساذج اللي انا دايما بقول عليه او موقف الاحلام اللي هو عايش فيها انه بيبص على التريليون اللي هو قال له ايه؟ قال له من غير امان مش هيبقى في اقتصاد. يعني هو عاوز يوفر ايوه في المصاريف علشان يعني يبقى في عائد. طب ما انت لو ما فيش امان ما فيش عائد ولا زي ما موجود في مصر يعني لما بدا الامان كانت مش تفصل ده عن ده ما تقدرش. فقال له يعني انت اذا كنت تبص على تريليون ما انت بتغرم اكتر من كده وما فيش امان. انت لو بسطت الامان انت لو حطيت لو قضيت على الارهاب ده كله الايكونومي بتاعك اوتوماتيك هيزدهر. الاقتصاد العالمي كله هيزدهر. هو النهارده التامين على مثلا ده مثال تأمين على البضائع اللي بتسافر في البحار من هنا لهنا اللي هو الشحن. تأمين على البضائع المشحونة زاد ليه؟ ما زاد نتيجة لزيادة المخاطر. بالزبط. ومن ضمن زيادة المخاطر الإرهاب. هنا بقى في إرهاب وفي قرصنة وفي 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 وفي. النهاردة لو في استقرار وفي سلام كل الحاجات هترخص وده هيعود على المستهلك في الآخر اقتصاد أي دولة. أستاذ مجدي معنا باسم من تورونتو بس ناخد باسم ونكمل معك. مساء الخير يا أستاذ باسم. مساء الخير يا استاذ مجدي ازاي الحال؟ اهلا بيك. اهلا بيك او نبيل اتفضل. الو اتفضل انت على الهواء اتفضل. انا مع احترام الكبير لكل التحليلات السياسيه اللي في العالم لكن الناس ناسيه ان في خالق للكون يسوع المسيح ويسوع المسيح له يد في اللي بيحصل في العالم كله. انتوا ليه ناسيين سدوم وعموره؟ ليه محللين السياسيين في العالم كله والكنيسة وعلى رأسها الكنيسة الأرثوذكسية ناسية خطية سدوم وعمورة؟ الرب في العهد القديم بنلاحظ دايما لما يحب يعاقب إنسان بيستخدم الشيطان في هذا العقاب لأن خالق الكون يسوع المسيح ما عندوش اليد اللي بتعاقب فبيستخدم الشيطان في العقاب. كل ما يدور في العالم هو ان الرب سيؤدب كل الدول الغربية التي تتحدى قوانين العلي يسوع المسيح الخالق الذي صلب من اجل العالم. دم المسيح النهاردة بيتبهدل بسبب امريكا واوروبا. هي امريكا واوروبا قد قطرة من دم المسيح؟ لا يا امريكا لا يا اوروبا لا يا استراليا. يد العلي التأديبية قادمة إليكم وفي أعماق دياركم إن لم تتوبوا جميعا. فيش حاجة اسمها داعش وغير داعش. في تأديب إلهي عجيب سيقع على الغرب وعلى أمريكا لا يتخيله أحد والإنجيل مليان بهذا التأديب. وأيضا اليهود الذين أنكروا المسيح ونالوا عذابات مرة بعد ما قالوا دمه علينا وعلى أولادنا وده حصل فعلا على مر 2000 سنة وهيحصل وهيتكرر لأنهم ما زالوا ينكروا أن الخالق تجسد من أجل خلاص البشر. علينا ككنيسة أرثوذكسية لها تاريخ عظيم في الحفاظ على لاهوت الرب يسوع المسيح أن تقوم الآن برسالتها وتعلن أن الغضب الإلهي وصب جامات الغضب الإلهي في سفر الرؤيا قادمة لا محالة. علينا كأفراد وعلى المجتمعات وعلى العالم كله إن العالم كله أصر على إنكار دم يسوع المسيح. وفي الآخر أقول دم يسوع المسيح الإبن غالي على أبوه جدا 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 والتار اللي موجود في سفر الرؤية لكل من ينكر هذا الدم
حكومات أولا وقيادات ورؤساء وبشر وككنائس أيضا يد العلي بالطول الكنائس دلوقتي عشان ما نكذبش يد العلي بتأدب شعبه أولا والعالم كله واقع تحت التأديب وأشكركم لسماعي والمسيح هينتقم 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 شكرا جزيلا Thank you. وجهة نظر برضو بس أتمنى أن المسيح يرحمنا ويرحمنا ويرحمنا ما أعتقدش أنه هينتقم على قد ما ممكن يغفر لنا ويرحمنا I hope يعني معايا كمان كان معايا أخت ميري ملاك ياريت تتصل بينا تاني ونكمل حديثنا ما في شك أنها وجهة نظر موجودة ولا يمكن الواحد أنه يعني يتجاهلها يعني هو احنا ما نقدرش نقول أبدا أنه وراء هذه الأحداث موجود الشيطان ما في يعني شك ما في شك والشيطان قد يكون في داعش كان يكون في الناس اللي هي بتقلب في سلام العالم ناس بتنفذ يعني ترتيبات الشيطان في المرحلة دي احتمال يكون تعرف أنا شايف أنا عندي برضو يعني النظرة برضو يمكن شوية كده فضل تكون أنا شايف أن تخطيط نظرة متفائلة يعني للمصدر لا ما فيش تفاؤل احنا ما نشوف ما نعيش في لا طبعا لازم يكون في تفاؤل يا استاذ يعني نتمنى ان يكون في تفاؤل لكن في الوضع اللي احنا عايشينه فيه حاليا دلوقتي ان يعني اللي بتعمله الدول العظمى وموضوع تقسيم الشرق الاوسط اللي انا شايفه النهارده ان امريكا واوروبا بيعاقبوا مصر وبيعاقبوا الدول اللي كانت هتقع تحت مظله تقسيم زي تونس والعراق وليبيا واليمن المنطقه كلها والاخر المنطقه دي كلها فالناس النهارده يا الشرق الاوسط جه فموضوع انت شفت مثلا اول امبارح الرئيس الفلسطيني قال لك ايه ان محمد مرسي عرض عليه 1000 ده طبعا في المؤتمر الصحفي الالف القاهره معرض 1000 كيلو متر من سيناء يدخل عنده وتحل المشكله والراجل رفض قال لا البلد دي كانت بتتباع البلد دي كانت خلاص امريكا ماشيه يعني كانت كل ده تخطيط امريكا وامريكا اللي هتدفع المليارات واو الى اخره فباظت الصفقه باظت الطبقه دي الطبقه باظت او الصفقه كان لازم تعاقب فالنهارده انت بتعاقب النهارده لا هو مش بيعاقب بس ده بيعاقب وما زال يحاول ارجاع يقول لك الوضع يقول لك ارجاع مين المشاركه يقول لك البتاع الكلام ما هو ده عيب الامريكان ان هم تملي بيعيشوا في غيبوبه يفوقوا امتى لما ياخدوا كف لما يجي يفوق. احداث زي اللي بتحصل يعني نقوم نفوق منها يعني هذا الاوباما اللي النهارده فاكر نفسه ان هو بيدير العالم كله بطرف صبعه ولا يفقه اي شيء في السياسه ده راجل جه حظه الحلو انه دخل قدام جون ماكين وربنا كرمه انه مفيش قدامه حد قوي فدخلوه الوايت هاوس ما هو مفيش حد قدامه ما هو ده لو حد قدامه تقيل ما كانش عمره حتى دخل على حمام الوايت هاوس بس ربنا اراد ان هو يبقى عندنا رئيس ولا اخر فالنهارده انت عمال تدعم كل المنظمات الارهابيه الموجوده في الشرق الاوسط كل بعد ارجع برضه ارجع اقول ما هي الاخوان المسلمين تمثل لامريكا تفتح لهم الوايت هاوس وتدخلهم زي ما جينا حضرنا المؤتمر اللي حضرتك حضرته معايا هنا ورحنا بوظناه وعملنا فيه مشاكل وطلبوا لنا البوليس وعملوا لنا دخلوني السجن انا والاستاذ نبيل طب النادي دخلت ازاي والنادي داخله وبتشتم في امريكا يعني لما كنا حاضرين جمال حشمت ومحمد الدرديري والواد وليد الشرابي واقفين في أنهايم هنا بيشتموا في امريكا بيقولوا ان امريكا هي سبب بوظان الدأس امريكا هي سبب الثوره امريكا لا انتوا داخلين في امريكا امريكا هي ما حمتناش قبل ما امريكا ما حمتناش ده اللي بيتقال بالعربي ده عربي وانجليزي لا لا قصده لما بيتكلم الميديا بيتكلم بطريقه ثانيه اه طبعا العربيه بيتكلم بطريقه ثانيه اه طبعا تعالى بقى مع الميديا الانجليزي في كلام ثاني في كلام ثاني خالص فانا اللي انا عايز اقوله يعني الناس دي بتاخد من خيركم وبتشتم فيكم وبتدخلوهم الوايت هاوس وبتعلي لهم سعر ده اللي انا بقول لك عليه قلت لك السذاجه اللي موجوده في المعامله لا دي مش سذاجه لا طبعا دي تعتبر سذاجه ده ستيوبيد يعني استذاجه اه هو سذاجه انه مش متفاهم اللي قدامه ده ايه اللي وراه يعني بياكل من الباكج بتاعه يعني هو ما عرفش ان بن لادن ايه اللي وراه بعد ما حصل سبتمبر 11 لا عرف بس بعد ما كان توليت يعني مستني ما ياخد طريحه تانية وبعد كده نرجع نقول ما هو ده اللي حصل هم فعلا ما عملوش حاجه ده حصل النهارده ايوه لا دي العالم معانا تليفون معانا الاستاذ عادل مساء الخير استاذ عادل ايوه مساء الخير اتفضل وفي الو انت على الهواء استاذ عادل اتفضل ايوه اتكلم حاول بس تسمعني من التليفون مش من التي في لو سمحت انا مصر تليفزيون انا كمان مش سامعك كويس يا ريت تعلي صوتك كمان انا عايز اضم صوتي استاذ جميل الاستاذ كان بيتكلم شويه كان بيتكلم على السيد المسيح وعلى الله وحق الله سبحانه عايز اضيف حاجه ثانيه
اسرائيل كل ما في الميدل ايست كله عشان استاذ عادل انا مش سامعك كويس الصوت مش كويس ممكن تحاول تصل بينا تاني واي هوب ان يكون الصوت اعلى شويه عشان انا في الحقيقه مش سامع اللي انت بتقوله انا كل سمعته انت متفق مع اللي اتكلم قبل كده بس مش سامع بعد كده حاجه يا ريت تتصل بينا تاني النقطه التانيه اللي كنا بنتكلم عليها انه كنت بتتكلم شويه على التفاؤل والتشاؤم الجميل في يمكن في امريكا انه فضل لنا سنه او اقل من سنه في الحقيقه على انه الرئيس الثوري ده يمشي والسياسه الساذجه والغبيه اللي هو بيعملها تخلص غير. واضح من المرشحين الجداد ان هم كلهم لهم اراء قلبين على مضاده كل اللي هو عامله على انه اضعف امريكا وانه مش بيلعب دور اساسي في محاربة الإرهاب في كل حتة وزي ما انت سمعت روبيو بيفكروا بالناس اللي اتذبحت والناس اللي ماتت هنا وهناك وذبح المسيحيين في كل مكان فواضح انه على الأقل في جزء ليس بقليل موجود في المجتمع الأمريكي عارف او حاسس بالأخطاء الجسيمة اللي عملها أوباما وعايزين يقلبوها انا عايز اقول لك حتى من مبادئ حتى مقاومة الإرهاب انك ما تهاجمش الدول اللي بتقاوم الارهاب على الاقل بلاش تساهم بلاش تدفع بلاش تساعد بس على الاقل ما تهاجمهاش ما تسيرش الرأي العام العالمي عليها وهي بتقاوم الارهاب يعني على الاقل ايد هذه المقاومة ده اضعف الايمان يعني يا استاذ مجدي النهاردة داعش دول بيجيبوا فلوسهم منين لا انت تفتكر منظر العربيات اللي كانت لسه نازله الفور باي فور يعني فور باي فور جت ازاي دي يعني عايز الحاجه هو ده عشان النهارده بيجيب فلوسه منين انت النهارده عندك في العراق عندك في كركوك والموصل عندك اكبر مضخات بترول اوكي البترول ده يا البترول ده عندك بيتباع هناك البرل ب 20 دولار بيتباع لتركيا تركيا بتقدر تهربه وبيتباع لاوروبا ب 20 دولار البرل النهارده البرل في امريكا عندك ب 44 دولار البرنت وعندك الثاني ب 50 ب 49 دولار كان حتى بيهبط ب 20 ايام ما كانت ب 70 و 75 80 دولار ففي عندك تركيا مستفيده تركيا بتاخد الدولار بتاخد البرل ب 20 دولار بتبيعه ب 30 دولار لاوروبا اوروبا تاخده بعد كده ب 40 دولار خدت بالك فبيضرب الاقتصاد العالمي هل النهارده امريكا ما تقدرش تنزل او اي دوله من الدول الاوروبيه وينزلوا على حته اللي هي فيها اللي بيطلع مننا البترول هنرجع للنقطه اللي قلتها من الاول انه امريكا من اسهل ما يمكن بلاش امريكا خلاص خش امنع ما هو انت امنع امداد امنع فلوس تسيطر على الناس دي استاذ رافض اوروبا ما تقدرش تعمل حاجه من غير ما بتاخد الجرين لايت لازم مهما كانت مختلفه لا تجرؤ يسيبوا مصر عليه لا مش فاهمني لا يعني اوروبا تقدر ولكن ما تقدرش تعمل حاجه اللي انا بقوله لايت. ان امريكا تؤيد ولو ما قعدتش امريكا انا هسال سؤال يا استاذ ولو ما قعدتش امريكا ايه اللي هيحصل؟ هتمنع عنهم الاكل؟ لا مش تمنع عنهم الاكل بس بيبقى في هو في طريقه بقى النقد اللي هو بيقلب الراي العام انا ما اعتقدش على الدول انا شايف ان هي امريكا وانجلترا هم الاثنين الكلب والكلب الكبير بتاعه كويس الاب والابن ده كويس لكن اعتقد بقيه الدول الاوروبيه مش راضيه على اللي بيحصل بدليل لا يستطيعوا انهم يعملوا حاجه من غير موافقه امريكا ما انت مش متخيل يعني ايه يعني انت النهارده لما تيجي فرنسا تعمل مثلا حدا يعني رد فعل معين لازم تاخد موافقه الاول وامريكا تنتقد هذا العمل ايه اللي هيحصل ده ما تقدرش ما أيوة الميديا العالميه لا هتلاقي الميديا العالميه وسي ان ان والجزيره والمش عارف ايه كله بينتقد وبعدين كيب ان مايند ان بوتين مش جزء من التحالف الاوروبي استاذ صليب استاذ رافع بوتين مش جزء من التحالف الاوروبي لكن هذا التحالف لا يقدر ما فيش اي دوله في تقدر تعمل حاجه من غير موافقه بوتين النهارده ما قدرش يشيل الموضوع ده كله لوحده حد يقدر يقف قدامه هستنى جريدات من امريكا ما قلت لك تاني ما هو ملوش دعوه هو مضاد لامريكا هو عمل كده بيتحرك وهو بيعمل فعلا كده هو عمل كده ما هو وخلي امريكا تقول اللي عايز تقول هو بيقول لهم اعملوا انتوا عايزين يبقى المفروض العالم كله دول لا. الشرق الاوسط والشرق الاوسط كله يقف جنب بس لما حصل حادثه الطياره الروسيه ايه اللي حصل ان كل الدول ابتدت تشكك في مستوى الامان بتاع المطارات المصريه مين اللي كان السبب فيها
انجلترا وامريكا. ايوه هم كانوا السبب فيه، بدليل ان هو الراجل صاحب الشأن نفسه ما فتحش بقه ولا لا كده. هو فتح بعد كده وقال نفسه وافق على نفسه، هو لما يلاقي بقى ان الدول بتقول كده. لا هو ما وافقش يا جماعه، هو الاعلاميين بتوعه والسياسيين اللي حواليهم اللي قال لك الراجل ما قالكش، قال لك استنى بوتين تحقيقات. بوتين كانسلد او سسبندد، ما ده اجراء ده يعني احترازي، ده ما حدش يقول لك ما قالش ان في قنبله. لا ما يعني انجلترا رجعت عن كلامها وقالت لك في طرف ثالث، وبعدين عشان كده خلوا الرئيس السيسي اول امبارح نزل المطار في زيارة مفاجئة قدام العالم كله، وشال أطفال ولعب مع أطفال ومشي في مطار ومعه أربع حراس. أربع حراس كانوا معه. ده المفروض مصر تعمله. ولكن ده كان جاي من بره. ده جاي من كان جاي من السعودية. بالظبط. جاي من السعودية. ده المفروض تعمله مصر إنها دايما يعني توري الأمان اللي موجود، وده ده رد فعل لازم يتعمل ولازم يتشاف ولازم. واللي عمله الرئيس سيسي يعني في منتهى الحكمه بيعدل المشاكل كده، بيعدل المشاكل، هو مفيش امان في الحته كله في العالم. مفيش اي حته في العالم فيها امان طبعا، بس انت يعني as much as you can بتحاول to secure your country و secure your people as much as you can. زي مثلا في اي بيزنس مفيش واحد يقول لك انا ما بسرقش، اللي ما بسرقش يبقى بيضحك على نفسه. لا بس انت بتحاول تعمل ايه، زي مثلا عندنا في شغل بتحاول يشرين كذا السرقه، بتقلل تقللها شويه، لكن ما فيش ما كانش من الكاشير هيبقى من الزبون، ما كانش من الزبون هيبقى من الدليفري. يعني هي في سرقه لكن انت بتحاول تقلل. في ارهاب في العالم، اللي انت بتحاول تقلل كميه الارهاب. عندنا في مصر ارهاب، طب ما احنا النهارده بقى لنا 4 سنين من يوم الاخوان الارهابيين ما مشوا، واحنا عندنا كل يوم يا ظابط يموت يا داين قتل 25 في سنة. قال له نفاجئ ان العالم كله لك ندين. طب ندين طب وبعدين يعني ايه انا عايز اعرف من كلمه ادانه دي، انا عايز افهمها ايه في السياسه كلمه ادانه. يموت 25 واحد فلسطيني، يطلع بنك يمون يقول لك ندين، نرجو ضبط النفس. طب يعني ايه ضبط النفس؟ يطلع واحد زي اوباما ملاح يقول لك ايه اسرائيل من حقها تدافع عن نفسها. قال له طب احنا مش فاهمين هي مصر، طب ليه مصر مش من حقها تدافع عن نفسها؟ برضه تدافع عن نفسها زي ما اي بلد في العالم من حقها تدافع عن نفسها. لما عملوا الرئيس السيسي لما راح ليبيا ضرب الضربه اللي الخبطه بتاعته ورجع، قال له 21 شاب انقتلوا، وبلد ما لهاش كنترول، بلد ما لهاش رئيس، بلد كلها ميليشيات، بلد كلها مافيا. من يعني من الاجراءات الجيده جدا اللي عملها السيسي ومهموش حد، وبالتالي رد فعلها كان كويس قوي. طبعًا. ان احنا عندنا استعداد او مصر عندها استعداد انها تعمل اي تصرف للحفاظ على امنها طبعًا. بدون النظر لاي اعتبارات خارجيه او داخليه. الخبطه دي however انتوا عارفين طبعا انه برضو امريكا ما رحمتناش في دي، حتى واحنا بندافع عن نفسنا ما عملنا. طبعا بس بص على دي وتبص على بالظبط، وتبص على اوباما النهارده طلع وقال انه هم يعني حزن يعني انه هو حزين على الناس اللي ماتت، وده طبعا لازم، وانه ده هارت بريكر بالنسبه له، وانه مستعد لمساعده فرنسا في كل ما تحتاجه لمقاومه الارهاب. ده اللي خلاني بصراحه يعني لا ده هو قال لك سنلاحق الارهابيين ونقدم لهم العداله. ده هو بيتعب جامد بصراحه. لا بس انا بصلها بنقطه ثانيه. السبيتش ده بيحصلش في حاجه بتحصل على مصر. بيدور على اي حاجه غلط موجوده في الحادثه عشان هو في يعني يحسن الصوره بقى يعني يعمل في الحاله دي، لكن في الحاله دي عمال بيساعد واحنا متبدانا. حتى بيقول انا مش قادر اكلم الرئيس الفرنسي دلوقتي عشان برابلي هو مشغول في قرارات كتيره بيعملها وي لكن في وقت لاحق انا هكلمه وهعرض عليه كل المساعدات الامريكيه الاخباريه وعسكريه وكل حاجه. تعرف الحديث ده خلاني يعني خلى يعني الواحد يتنرفز اكتر. لا وبعدين كمان تشوف ده وتشوف اللي بيحصل في مصر. بس انا هقول لك بقى الدور المصري كان ازاي. مصر من اوائل الدول اللي عملت تصريح من رئاسه الجمهوريه وادانت الحادث وطلبت من العالم مقاومه هذا الارهاب الخسيس والسيسي لو قبل كده ان الارهاب هيجيلكوا واذا ما ساعدتناش ان احنا نخلص عليه هيبقى عندكم نفس الوضع وده اللي بيحصل. اول خطاب قاله الرئيس السيسي السنه اللي فاتت كان في الامم المتحده، قال لهم نفس الكلام، قال لهم الارهاب هيجيلكوا لازم توقفوه، نوقفوا عندنا ونحصروا عندنا، لانه لما يخلص من عندي هيجي عندك. يا ريت كانوا سمعوا. مش هيحصل، وهيحصل تاني وتالت. بقول لك احنا من 85 واحنا بنتكلم في الموضوع من ايام السادات ومن ايام القصص بتاع السادات والارهاب اللي حصل ايام السادات، بس كل ده ما كانش بيلمسهم ودلوقتي لمسهم. دلوقتي اثر عليهم اكتر. الاول كان بيحصل ما فيش شك انه قبل جديد ان هم هيعملوا حاجات تانية لازم. لا يعني هيحصل. استاذ نبيل انت عارف فين كل الارهاب في ليبيا كويس، وعارف فين في العراق وعارف فين في اليمن وعارف فين ده. بص
بدل ما كانت فرنسا في القوة الدولية ضيف شرف دلوقتي هيبقى لها دور. لا هيبقى لها دور يعني ليه بقى؟ لان شعبها هيضغط عليها او هيضغط على الرئيس بتاعها. يعني بكرة لازم تعمل حاجة. يعني بكرة عايز تقول لي ان امريكا بكرة هتقف مع حافظ الاسد مع بشار الاسد؟ لا مش هتقف معاه. اتحاد اوروبي هيقف مع بشار الاسد؟ نونو هيقف على الاقل هيحاربوا داعش. بص هم بيبصوا على داعش ازاي بجد هيحاربوه بجد. بس هم بيبصوا استناني بس هم بيبصوا على القوتين اللي ضد ضد بشار. في جماعات اسلاميه هم بيسبورت وفي داعش. اوكي كويس. هو ممكن يقضي على داعش وما زال بيساعد الجماعات الاسلاميه الثانيه. الجماعات هم ما همش لما هم مش مع بعض يعني مش مع بعض لانهم بيحاربوا بعض. انت بتضعف الدوله يا استاذ نبيل. حلو ما انا مش بقول لك لا. يعني انا دلوقتي ببص على داعش على انه اساسا اوباما مش سيريس انه يحاربها. دلوقتي حتى بعد اللي حصل هيبقى في ضغط اوروبي ممكن يبدا يهز او على الاقل ياخد جرين لايت ان هو يتحرك يدافع عن نفسه او يعمل ريفنج للي حصل. هتشوف اي ثينك حاجه مختلفه. وعلى فكره بقى من كل الدول الاوروبيه فرنسا طول عمرها مشاكسه. يعني طول عمرها مش ماشيه زي انجلترا دايما زي الدين. بعدين انا عايز اقول لك لكن فرنسا طول عمرها وحصل مواقف كتيره ان فرنسا يعني كانت مشاكسه مع امريكا. بالظبط. وبعدين فرنسا بالنسبه لسوريا ولبنان بالذات لها خبرة في المنطقة دي وتعرف طبيعة الشعب في المنطقة ديت. واعتقد انها ممكن بعد الحادث ده يكون لها رأي للمجتمع الدولي توجهه الوجهة الصح. تعالوا نسمع ميري على التليفون. مساء الخير يا اخت ميري. مساء الخير استاذ نبيل استاذ مجدي استاذ رأفت. اهلا بيك. طبعا يعني انا بشترك معاكم في تعزية للشعب الفرنسي في الحقيقة في الحادث البشع اللي حصل ده. بس اسمحوا لي ان انا يعني اقول لكم كام فكره كده خاطره في بالي وقولوا لي رايكم او يعني اشارككم يعني باللي انا بفكر فيه او التحليلات اللي ممكن تكون الواحد بيحاول يسمعها من هنا ومن هنا ويربطها ببعضها. انا يمكن اختلف معاكم شويه ان انا مش حاسه ان اوباما او امريكا شايله نفسها من السياسه الخارجيه من ساعه ما اوباما جه. بالعكس انا حاسه ان هو حاطين ايديهم في السياسه الخارجيه لكل دوله من الدول بزياده عن اللزوم. بس من وجهه نظرهم هم ومن رؤيتهم هم مش من رؤيه الدول اللي هم بيتدخلوا فيها. يعني هو حاشر نفسه وهم حاشرين نفسهم في كل بلد لكن حسب ما يروا مش حسب ما البلد دي تكون محتاجه او حسب ما البلد دي تكون عايزه تعيش يعني. واخرهم والموقف الصارخ يعني لسوريا ان هم مصممين على حاجه بينما ممكن الشعب السوري نفسه هو مش رايد اللي هم رايدينه يعني. فدي في حد ذاتها اعتقد ان ده تدخل طارخ في كل المنطقه وفي كل الدول. مش عايزه برضو يعني او يعني احب اسمع رايكم في حاجه. يعني ما اعتقدش برضو ان امريكا بعيده عن الموضوع سواء بتاع الطياره بتاع روسيا ولا هي بعيده عن التفجيرات اللي حاصله النهارده في فرنسا. اعتقد ان دي مش اول مره فرنسا تلقى عقاب ولو من بعيد او من قريب. وخصوصا ان فرنسا بينها وبين مصر وبينها وبين بعض الدول الثانيه صفقات اسلحه وفي بعض نوع من انواع المساعدات ودي طبعا حاجه تضايق الامريكان او تضايق امريكا بصفتها يعني كانت الممول الرئيسي للسلاح لمصر. لما مصر اوجدت ليها سوق ثاني زي روسيا وزي فرنسا اعتقد ان دي حاجه مش هتعدي بالسهل على امريكا. فمنها بتضرب يعني اهي سواء هي بمساعده بريطانيا بمساعده داعش بمساعده اي طيارات ارهابيه موجوده هم بيستخدموها. وما زالوا برضه هم مش بعيدين عن ان هم ينالوا جزء من هذه الضربات. لكن لما الجماعات الارهابيه دي خلاص يعني تمسكت بقى من تحت سلطان امريكا ومن تحت سلطان الدول اللي هي بتحركهم هينقلب كل ده في الاخر على الدوله الرئيسيه او الدول الرئيسيه اللي هي مؤسسة أو صانعة لهذا الإرهاب يعني. لكن لو حضراتكم تكونوا تابعتوا الفترة اللي فاتت دي في بعض أخبار كتير بتتقال على قرب الموعد اللي كان محدد لتسليم جزء من سيناء مثلا بحيث أن يتنقل فيها الفلسطينيين بحسب الاتفاقية اللي كانت مع من أيام مرسي مع المجموعة بتاع حماس وخلافه. طبعا الصفقة دي ما كانش منها طريق للتنفيذ الا ان كان ان يحصل حاجه زي الحكه بتاعت الطياره بتاعت روسيا دي
وانا انا بقول ده احد التحليلات المطروحه واللي اعتقد ان هي فيها شو فيها شيء من المنطق او من العقلانيه بطريقه ما يعني. فمنها هو تأديب لروسيا، ومنها هو تأديب لمصر، ومنها هي فرصه او محاوله فرض تدخل في المنطقه بتاعت سيناء، او فرض حمايه دوليه على سيناء بطريق او باخر عن طريق ان مصر غير قادره على حمايه المنطقه دهيت، وتتم الصفقه او يحاولوا ان هم يتمموا الصفقه اللي هم كانوا ناويين يتمموها، واللي يقال يعني ان هي مدفوع فيها مبالغ جامده جدا هتحط الرئيس الامريكي مع المشتركين معاه في الموضوع في حرب من ناحيه هذه الخطه. دي اطروحه يعني موجوده، واعتقد احب ان انا يعني اشوف رايكم فيها. بلس برضو ان الواحد مش عايز ينكر ان دوله زي فرنسا، اصل هم الارهابيين دول ما هم موجودين في لندن، موجودين في بقيه والمانيا، وموجودين في بقيه الدول، لكن مش معنى دايما فرنسا هي اللي بتلقى هذه الضربات. ما اعتقدش عشان ليهم وجود اكتر في فرنسا، لان هم موجودين بنفس الكثافه في بقيه الدول الاوروبيه، لكن اعتقد هي برضو نوع من انواع التاديب. ف يعني دي بالنسبه للنقط السياسيه. معلش ملحوظه اخيره، يعني انا مش هختلف كتير مع المداخله اللي طرح تأديب ربنا، لان هو فعلا غضب الله معلن على جميع قبور الناس واسمهم، يعني الكتاب بيعلمنا كده. صحيح ربنا ما فيش ما عنده موضوع الطار، ولا يعني مش حابة اللفظ اللي استخدم يعني بتاع كلمة الطار دي، لكن اقصد ان ربنا بنعمته يقدر يحمي العالم كله، لكن غضب ربنا هو رفع ايد ربنا عن حماية العالم من بعض الشرور، وفي الاخر هي ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. امريكا، مصر، اوروبا، اي حد في العالم لو ربنا رفع ايديه لحظه واحده عن اي مكان في العالم، اللحظه دي هتكفي لخراب هذه القطعه اللي ربنا يرفع ايديه عنها لحظه واحده. ربنا بيحمينا من حاجات كتير، لكن فعلا لو غضبه بس غضبه مش هو اللي بيصنع الشر، لكن مجرد يرفع ايديه فهيقع على هذا المكان الشر. فيعني ما هياش فكره مرفوضه، ودايما كده الكنيسه بتعلمنا والاباء بيعلمونا ان كل تاديب او كل كارثه هي ان كان ليها سبب، ولكن الا انها برضو هي دعوه للتوبه او بوق انذار للتوبه ينبغي برضو ان احنا نبص له. اتمنى ما اكونش اخذت وقتكم، بس اتمنى برضو اسمع تعليقكم على الافكار دي. الف شكر يا أم ميري، و شكرا شكرا يا ميري. جميل قوي التوضيح الاخراني ده. ثانك يو. أنا في أي تعليق على أنا عايز يا أنا طبعا ميري، أنا طبعا بتفق معاها في اللي بتقوله، بس إن إحنا عايزين نوضح نقطة برضو، إن السياسة الأمريكية على مدى الفترات اللي إحنا عشناها هنا وعشناها في مصر هي سياسة ماشية من يوم هنري كيسنجر لحد النهاردة، هو تقسيم الشرق الأوسط. اللي عمله الرئيس السيسي واللي بيحصل في مصر حاليا ده قلب موازين العالم كلها. العالم كله بيقعد يفكر، الراجل ده عمل قناة السويس في سنة، بنى حاجه زي كده، لم 60 مليار دولار في ثلاث اسابيع وبنى بيهم القناه. الراجل ده النهارده بيعمل مشاريع، بيعمل كباري، الراجل ده بينزل بيروح بيجي، البلد ابتدت تقف، ابتدت ترجع. مصر الاربع سنين اللي قعدوا فيهم، السنتين اللي قعدوا فيهم الاخوان دول دمروا مصر 20 سنه ورا. العالم كله بيبص له يعني بصه، ده جاي منين وده هيعمل ايه؟ طرف واكبر احترامه، اكبر احترام. وبعد كده خد وضعه، يعني الولايات العامله كلها لو الرئيس السيسي خد وضعه اكتر من كده ده هيأثر ايه على العالم. انا اعتقد الخطه دي كمان يكون فيها ان الرئيس الفرنسي لما راح مصر وحضر افتتاح القناه، ويعتبر هو الرئيس الوحيد من اوروبا اللي راح حضر افتتاح القناه. ما كيري ده جه واسمه ايه؟ احتمال يكون رد فعل كده. مين؟ جون كيري كان. لا جون كيري ده رئيس خارجيه، مش رئيس دوله. ده رئيس دوله، رئيس دوله ده حاجه ثانيه تفرق كتير. لو كان هو الشرف الضيف الشرف اللي موجود في الحلقه. يا يعني طبعا الرئيس السيسي اصطحبه معاه وخده وقعدوا جنبه، فكان ليه برضه ليه اداله يعني مكانته الطبيعيه. فانا عايز اقوله النهارده ان مصر في النهضه اللي هي فيها. تاني حاجه خد بالك حاجه، ان في النهارده لعب على الامارات والسعوديه، ان الدول الاوروبيه وامريكا بتحاول تضغط على الامارات والسعوديه ان يبعدوا عن مصر ويسيبوا مصر. زياره الرئيس السيسي ان هو يحضر مؤتمر زي اللي حصل اول امبارح، وده المؤتمر ده مش حاجه كبيره، كمان يبعت وزير خارجيه او رئيس وزاره، لكن هو راح بنفسه ده عشان خاطر يعني يوطد العلاقات اللي هي الناس بتحاول تقول ان فيها نوع من التشكيك بين ملك السعوديه والى اخره، يزيل اي غموض في العلاقات. زال غموض. وتاني يوم حصل ايه؟ قال لك ان استثمارات كتيره، موضوع الكفيل اتشال، ودي حاجه عمرها في السعوديه. دي في حد ذاتها كان مطلب مثلا كل دول العالم للسعوديه،
من 40 سنة, سنة فاتت 40 سنة, سنة بدأوا يهاجروا بالظبط. فالنهارده السعودية برضه ابتدت مع برضه الرئيس السيسي, خد بالك برضه ده راجل جاي من يعني بوزيشن عسكري لمخابرات عسكريه لمخابرات حربيه, فالراجل كويس قوي بيتعامل ازاي قدامه. لازم يفهم السعوديه خد بالك ان الخطر لو جالي مش هيسيبك, اللي هيحصل عندي زي ما يحصل في البحرين هيحصل في الامارات. يعني خد بالك انا عطلت انت ما حدش هيسيب حد, انت انت بيني وبينك لا. وفي نقطه, ما هم كل الدول دي عارفه لو طول ما مصر قويه هم في امان, ده شيء طبيعي. طول ما مصر قويه هم في امان. وانت بينك وبين السعوديه ايه؟ تطلع البحر الاحمر المفروض تكون عنده هناك, تعدي الجبهه تكون عنده في السعوديه جوه بالزبط. يعني تخش له على الدمام, تخش له على الرياض, تخش له على مكه, انت قاعد عنده جوه مين هيحميك؟ ما لازم تفهم كويس جدا ان القوه العربيه. تاني حاجه بقى اللي قلق امريكا وقلق العالم كله القوه العربيه المشتركه, وان تكون مصر هي رئيس القوه العربيه المشتركه ده عامل قلبان للعالم. ليه؟ لان انت النهارده بتنافس الاتحاد الاوروبي, انت بتقف قدام امريكا بتعمل قوه عربيه مشتركه, يبقى عندك قوه دفاع. اي مشكله هتحصل في الميدل ايست هي اوب اطلع. ما انتش مستني حد يديلك قرار, مش مستني امريكا تديلك وصايا, مش مستني اوروبا تقولك لا استنى لا ما هندين ما ندينش اصل حقوق الانسان وحقوق ده الكلام ده خلاص ما فيش منه. فهو الراجل بيخطب خطى اللي كان بيخطيها عبد الناصر زمان, فالنهارده هم عاملين له حساب يقولك طب ده بقاله سنتين ووصل لكده, طب لو قعد 4-5 هيحصل ايه؟ هل الراجل ده هيبقى زعيم؟ هل ده الراجل ده هيبقى الشرق الاوسط كله تحت ايده؟ هل الراجل ده هياثر علينا وهياثر على اقتصاداتنا؟ الحاجات دي كلها محطوطه في الحسبانات, وده اللي مخلي النهارده الاداره الامريكيه مش عارف يعمل ايه. طيب يعني لما تكون امريكا بلد الديمقراطيه وعرفت ان هذا الرئيس جه بانتخاب او براي وبمطالبه كل فئات الشعب المصري, ايه ما هنا بقى الكلب ميكالين. لا يعني هو السياسه الخارجيه ما فيهاش ديمقراطيه, ده كلام مظبوط. يعني اذا انت ما يهمكش ان الشعب المصري عايز مين, لا لا, وانت شايف ان الشخص ده ممكن يكون في خطوره. الشعب المصري والسيسي قلب الخطه اللي كانت موجوده, فهو بيبص لها بالطريقه دي. يعني هم راحت عليهم ال7 مليار دولار, ايه 7 مليار اللي خدهم خير في الشاطئ راحت عليهم, يعني حاجات ثانيه كمان نعرفها. دول اللي هم بيعيشين منهم الاخوان النهارده. معانا على التليفون الدكتوره شهيره. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور, بحييكم وبطلب العزاء وكل احتفتنا وألمنا مع اللي حصل في فرنسا ومع اللي حصل مع الطيارة الروسية ومع كل اللي بيحصل في العالم. الحقيقة أنا كمان بحب أعبر عن فرحتي إن الأستاذ رأفت ربنا يباركه بقى نشيط تاني في قناة لوغوس, وبشكر قناة لوغوس لأن أنا كنت جاية من الشغل الحقيقة معزولة عن العالم, وأول ما فتحت عرفت عن اللي حصل. وبشكره كمان لأنه حط كل إمكانياته أن تتم رحلة البابا البابا توادروس بسلام وبأمان, لأن احنا كنا خايفين قوي أن يحصل أي حاجة مع كل الأخبار المؤلمة دي. يا أستاذ رأي أنا ما عملتش حاجة يا دكتور, أنا ما كنت لي أي دور في أي حاجة يا دكتورة. يا دكتورة مش هنعرف نجيبه تاني, ما أنا ما عملتش أي حاجة, ما تقوليش كلام حلو مش هنعرف نجيبه تاني. لا ما تخافش هو متواضع. طب احنا جدا يا دكتور بركة من كلنا من البابا, وهو اخذ زي ناس تانية, وكل العاملين في قناة لوغوس بنشكرهم اخذوا بركة الخدمة لنجاح زيارة البابا, فنشكركم. وبالنسبة للي حصل النهاردة الحقيقة يعني انا كل شوية وانتوا بتتكلموا بفتكر حاجات. ما ننساش ان اوباما لما ساب العراق قبل ما يمشي حط دستور يحطم الجيش بتاعها عشان تبقى بلد فاضية من غير جيش, دي أول حاجة. ما ننساش إن داعش طلعت بعد 30 يونيو بتاعت مصر في خلال شهر حطوا إيديهم على كل الأسلحة والتنكات والهامر, 1500 عربية هامر محملة بصواريخ كانت متخزنة في الموصل بعد ما قرر أوباما يطلع, مخزنها في الموصل وحذروه ان هم هيحطوا ايدهم عليهم وكانوا بيحدفوا لهم اسلحه برضه. بالغلط مظبوط, اصل ما بيعرفوش ينشنوا. وما ننساش ان هو اللي خلى اوروبا تحدث اسلحه في ليبيا كلها من غير ما تعرف هتقع في ايد مين, وهم عارفين هتقع في ايد الناس الغلط. وما ننساش ان اللي بيروحوا يخبطوا كل طلعة بيخبطوها على داعش بيمس, وهم يقدروا يجيبوهم وهم في دورة المية
لو عايزين بالظبط بيمسك، واللي بتدفع على كل ضربة هي السعودية. كل ده علشان خاطر اللي بيحصل بين العرب، الحاجات الشخصية اللي بينهم اللي لازم ينتصروا عليها، وإلا كلهم هتوصل لهم المقصلة. ما ننساش ان الباعش اللوجيستكس بتاعتها بتاكل وبتشرب وبتجيب أسلحة وبتدي فلوس للناس اللي جايين من كل أنحاء العالم، والحروب اللي وقفت في أفغانستان وباكستان وبوسنيا وكل دول تسابوا المتأسلمين أو اللي الإسلام بيحركهم جايين ياخدوا فلوس، مش جايين يعني عشان يروحوا الملكوت ببلاش، ما فيش مانع ياخدوا فلوس في الأرض وبرضه يروحوا السماء إذا كانوا فاكرين. فكل ده بيجيبوا فلوس منين؟ ما البترول اللي بياخدوه من أرض سوريا ومن أرض العراق بيبيعوه بالملاليم لإسرائيل والتركية، وأمريكا عارفة كده وسايبة. يعني اللي بيقولوا مش عارفة حاجة، اللي ماسك إيه هتصر عليه، ولا اللي ماسك يعني وي نو إن أوباما عارف، ولا تلاقيه قلبه حزنان على اللي ماتوا في بتاعه، وكله كلام سياسه، وهو لو كان عايز يعمل حاجه كان عمل. النقطه الثانيه طبعا ما ننساش ان عدد الكنائس اللي في جنوب فرنسا اقل من عدد الجوامع، ودي احصائيات على الانترنت، وان لو ان معظم الجوامع اللي اتبنت في فرنسا هي كانت كنايس اتحولت لجوامع، وان according to the statistics in 2020 عدد الاسلاميين اللي هيبقوا في فرنسا ومعظم دول اوروبا اللي هي تحت شويه هيبقوا اكتر من المسيحيين. فهو الفلوس بتاعه البترول، انا ما بقولش الاسلام هو اللي بيعمل كده، انا بقول ان يوجهوا فلوس البترول بتاعتهم للنهضه الفكريه والنهضة الثقافية والحضارة، بدل ما بيوجهوها للشر، لأن الشر هيرجع ويتسلط عليهم، وانكلودينج السعودية إذا كانوا بيلعبوا سياسة مع السيسي ربنا يحميه، وربنا هيحميه علشان خاطر ما كانش سمح له يجي لو ما كانش هيحميه. ومع خروج السيسي بقى يعمل زي إسرائيل كده، لما حد يدوس لها على طرف تزعق زي الأسد. لما كان في انجلترا وبيقولوا له هنجيب الانجليز ونطلعهم، كان يقول لهم لما حصل ارهاب في انجلترا والصبوي احنا ما قلناش للمصريين سيبوا انجلترا ومحدش يروح سياحه في انجلترا، ولما حصل 9/11 في امريكا ما قلناش لمحدش يروح امريكا، صح. بالعكس احنا سبورتد وسمباثايزد معاكم ووقفنا معاكم، واول ناس كوندمد كل الحركات الارهابيه كانت مصر. فمفروض يفكرهم بتصرف مصر مقابل تصرفهم العدائي تورد مصر، ومصر هي هيحميها ربنا لانه اراد انه يحميها من سنتين وشويه، وباذن الله اراده ربنا هتمشي. ولازم برضو نفكر ان العالم كله، فاكر اغنيه كده زمان كانوا بيقولوها للاولاد في المدارس، he got the whole wide world in his hand، ففي غرض لربنا نرجو يكون لخلاص النفوس، ويمكن الاسلاميين. اشكرك يا دكتوره شهيره، ثانك يو. شكرا يا دكتوره. شكرا يا دكتوره شهيره، ملاحظات اعتقد انها غزيره ومهمه جدا، ألف شكر. على فكرة دكتورة شهيرة أثارت مجموعة من النقط الملاحظات القيمة جدا. موضوع ظهور داعش بعد 30 يونيو ليه برضو يمكن مغزى واحد ما كانش واخد باله منه من الأول، يعني التجمع الأوروبي لإجلاء ليبيا أو للحرب على ليبيا ما خدش، ده اللي كنت بقول عليه إن الأمريكان غير جديين في محاربة داعش، لأنه لما بيبقوا جديين بيخلصوها في خمس ست أيام، في القدرة موجودة يعني في الوقت اللي في خمس ست أيام دمروا ليبيا كلها، واخد بالك، بنلاقي إنه حتى تدمير حقول البترول اللي موجودة لتحت أيدي داعش مش عايز حدا يجي ناحيتها، بلاش يعني هم في طرق ان هو مش يدمر الابار، لكن يدمر طرق يعني البايبز اللي بتطلع منها، وبالتالي يبقى بيحافظ على البترول في الارض ولكن يمنع
يمنع المتاجر فيه بطرق كتير. ايوه يعني نبيل انت النهارده البرجر بكام عندك؟ الجاز بكام النهارده عندك؟ النهارده كان ايه 40 33 اورايت من $75 وكان قبليها ب 110 كمان يعني ممكن الجالون هنا يوصل $4.99 $5 تمام. الجالون دلوقتي ب 250 ب 189 في ايدا همبارح. انا كده بقى هنخش في خلافات سياسيه كده عايز. انا كنت في تكساس في الاسبوع اللي فات, تكساس ونيو مكسيكو 185 195. نمشي على 250 يا استاذ رافت, نمشي على 250. طب امشي اوكي نمشي 250. فانت عندك انت النهارده من 250 ل 5 دولار هيخش يضرب ليه ويعمل ليه؟ هو الشعب هنا مبسوط, الشعب مش هيج عليه, الشعب مريح. انت النهارده بتدفع نص سعر الجالون من ده, لكن النهارده انت لو بتدور على سلام في العالم وعايز تبيع الجالون بدولار هبيعه بدولار طبعا. بس خش اقضى على الارهاب ده كله, زي ما الراجل السناتور الراجل المرشح سناتور المرجع قال لك ايه؟ قال لك اقضي على الارهاب تبني اكونومي. لكن ازاي انت هتسيب الارهاب وعايز تقول اكونومي؟ طب انا النهارده زي مثلا النهارده عندك ارهاب في مصر, ومصر فيها وفيها فيه, انا كمستثمر انت كمستثمر اي مستثمر هيحط دولار هناك نو وينز ايرث, عمرك ما تخش فيها. بس انت حط لي ارضيه فيها استقرار, حط لي قوانين, حط لي ده, احط جوه احط فلوسي عندك, انا عارف ان انا هستثمر فلوسي في حته امان. فهي العمليه كلها تعتمد على ازاي تقضي على الارهاب في العالم. وبعدين انت النهارده بتقول ليش امريكا, امريكا لو عايزه تعرف داعش بياكلوا فين وبيشربوا فين ونايمين فين بيعملوا, ما هو هم عارفين كل حاجه فيه. ضربوا جان جيهادست نو تايم يعني عايز تقول الرئيس السيسي لما راح ضرب هناك ورجع ما كانش عارف هو بيعمل ايه؟ كمان عارف طبعا. يعني عند مصر, يعني نتكلم على مصر يعني النهارده, فما بالك من امريكا الاقمار الصناعيه والطيارات اللي بتعرفوا كل حاجه. بس هو مش لو عاوزين يعملوا حاجه, لو عايز ما احنا قلنا هو اوباما ارهابي كبير لان وجود اخوه على قائمه الاخوان مش هقول ان ارهابي ولا كده, لا انا بقى شخصيا انا بيشجع على الارهاب. هو هو لا يحاربه. اوكي انت مشجع على الارهاب تبقى ايه؟ تبقى ارهابي زيه, تبقى متعاطف. بس هو يعني يمكن مدام ميري في المداخله اشارت لنقطه ان امريكا بتتدخل في شؤون الدول, بس بتتدخل بالطريقه اللي هي شايفاها صح المصالح, والطريقه اللي هي شايفاها مصلحتها طبعا, وغالبا بتبقى ضد مصلحه البلد اللي بتدخل فيها. طب ما شوف النهارده اي دوله في العالم موجوده امريكا فيها, خش على افغانستان, العراق, ليبيا, سوريا, بس دول ما بقوش دول خلاص, ما بقاش دول, تونس, كل سبب الخراب ده كله امريكا. كل ده هي امريكا السبب فيه. ايه مصالحها في كده ما اعرفش. وبرجع برضه اقول تاني, هي النهارده مسميه الاخوان المسلمين كدوله, بتتعامل معاها كدوله. يعني تصريح اللي قدروه امبارح بيقول لك ان ده فصيل سياسي تدخلوا معاك. فصيل سياسي في ايه؟ الناس اللي ماتت دي كلنا نعملوا فيها ايه؟ يعني النهارده انا اجيب واحد قعده جنبي يبقى قتل اخويا وقتل ابن عمي او قتل ضابط جيش او قتل واحد بيحميني او لاخره, واخش اعمل معاه سياسه دي. طب ما فرنسا تحط بقى 2-3 نواب من داعش جوه في البرلمان, ده كلام على نفس الكلام بقى اوباما بيعملوا كده بقى. يبقى اصبح النهارده الارهاب بقى اقوى من الدوله عشان يمنعوا الارهاب. ايوه يبقى خلاص يجيبوا يسالوا داعش يبعتوا لهم اثنين. هم دول اللي قاموا بالعمل الارهابي بتاع النهارده, ما دول معظمهم فرنسيين يعني يحملوا الجنسيه الفرنسيه, فمن باب اولى يطبق نفس المبدا بقى ويخش يعني. احنا المفروض نبعت احنا جواب لاوباما نقول له يطالب بان الناس دي الرئيس الفرنسي تبقى لها دور سياسي ولهم حزب وبتاع, يحط 5-6 اعضاء من داعش في البرلمان الفرنسي عشان يبقوا مشاركين في الديمقراطيه, يبقى الحزب الداعش الديمقراطي. معانا الاستاذ محمود. مساء الخير يا استاذ محمود. الاستاذ محمود قفل. طب اتصل تاني لو سمحت يا استاذ محمود. انا بس عايز اخد بس انتهز فرصه برضو, احنا نسينا نعلق عليها برضو, دي دوله عربيه اللي حصل في لبنان امبارح برضو. لبنان عندها مصيبه امبارح, فاحنا برضو لازم نعزي الشعب اللبناني لان ده شعب يعني اخ لينا وشعب عزيز علينا طبعا. ففعلا احنا حررنا الاحداث بتاع سوريا بتاع فرنسا النهارده, ونسينا ان احنا نقدم عزائنا للشعب اللبناني شعبا وحكومه, لان اللي حصل امبارح في لبنان ده ماساه بكل المقاييس. يعني احنا عندنا امبارح 70 قتيل غير المصابين, فيعني نأمل ان ربنا يدي السلام العالي, لان فعلا الواحد يا جماعه احنا يعني بننام كل يوم. النهارده يوم بيعدي لما بيكون في حدث. يا بس انا عايز اعرف النهارده كبير. انت الناس النهارده اللي عندك اللي بتموت دي كلها ناس ابرياء, اطفال, ناس لا علاقه لها. يعني زي امبارح عندك الشاب اللي دخل في العريش, امين الارهابيين المرسمين دخلوا في العريش وقتلوا اسره من تسعة منهم 4-3 اطفال عشان عرفوا ان هم بيتعاملوا مع الحكومه. كمان
يعني احنا احنا في احنا في ايه؟ سمعنا بقى حد طلع قال اذان قال لك ندين هذا او الاستاذ بان كي مون لما طلع قال لك انا زعلان على محمد صبري انه خدوه احتجزوه اربع ساعات. ما تزعلش على العيله دي كلها. يعني واحد احتجزناه ساعتين عشان نعرف منه المعلومات اللي جابها عن ازاي اغتال الرئيس وتسعه ماتوا ما حدش قال حاجه. قال لك دول ظاهر دول كلاب ولا مش بني ادمين ولا دول يمكن عايشين في سينا دول ما لهمش انا مش قادر افهم الدنيا دي. معانا الاستاذ يوسف. مساء الخير يا استاذ يوسف. استاذ يوسف مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء الخير. يا اهلا. مساء الخير. تفضل. شلون الصحة؟ الحمد لله. الحمد لله. اريد اتكلم ارجو اعتذر اذا تضوجون من كلامي بس راح اتكلم الحقيقة. تفضل. اللي هاليوم هذا هذا المشكلة اللي صارت في فرنسا هل المسلمين سووها؟ الله يحفظ القمص زكريا صار له 15 سنة دا يقول يا أوروبا يا أمريكا ديروا بالكم ترى هذولا مسلمين هذولا ما يهمهم. شنو الفرق بين المسيحي الفرنسي والمسيحي المصري؟ 80 كنيسة بمصر دمرت. بالعراق كنيسة السيدة نجاة ذبحوا طفل 4 سنوات فوق المذبح وقتلوا ما يقارب 100 مسيحي أقل أو أكثر. طرد المسيحيين من الموصل. شنو الفرق بين مسيحي مال الموصل ومسيحي مال مصر ومسيحي مال فرنسا؟ يوم القمص زكريا الله يحفظ الرجل قال يابا لا تخلونا نفوتون هذولا مجرمين ما صدقوا. اثنين هو المسلم اللي عايش بأمريكا وأنا مسؤول عن كلامي المسلم اللي عايش بأمريكا واللي عايش بأوروبا مو بحالة حرب لأن عنده حديث مال هذا محمد مالته ما يقول العالم مقسم قسمين قسم يحكمه المسلم وأنت في دار سلم وقسم يحكمه الغير المسلم وأنت في دار حرب. يعني المسلم اللي يعيش بأمريكا وبأوروبا هو في دار حرب مو في دار سلم. الأخ اللي قاعد على يد اليمين عبد الفتاح السيسي دا يأخذون على احتياطات ومصر ومصر. يا أخي أنت بالتلفزيون قاعد يجب أن تعرف أن الرؤساء اللي كب الدول العربية والإسلامية أحجار شطرنج موظفين كلهم بالقصر الأبيض. إذا زين أو شين يجب أن هذا ملك السعودية. أقرأ كتاب نزل بالأسواق هسه اعترافات قاتل الاقتصادي جون بيركنز يقول إحنا دا نسويهم هذولا احنا دا نسوي رئيس جمهورية وملك يريد يريد اذا طلع من يدنا نقول له يطلع. نفس الحالة بالنسبة لعبد الفتاح السيسي محمد مرسي هيلاري كلينتون قالت احنا جبنا محمد مرسي بس محمد مرسي طلع شوية من يدهم عرفوا راح يصير مشكلة اطلع تعال جيب غير. ثلاثة يجب ان تعرفك قانون بالسياسة اذا تغيرت سياسة العالم تغير جغرافية العالم إذا تغيرت جغرافية العالم تغيرت سياسة العالم. جغرافية أوروبا تغيرت انقسام الاتحاد السوفيتي اندماج ألمانيا انقسام تشيكوسلوفاكيا هذا راح يأثر على الشرق الأوسط. العالم كان قطبين قطب الرأسمالي بقيادة أمريكا قطب الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي صار قطب بس قطب الرأسمالي بقيادة أمريكا يأثر على الشرق الأوسط. معاهدة ساكس بيكو سنة 16 هسه صار 100 سنة يجب أن يتغير جغرافية الشرق الأوسط يجب أن تتغير. أعيدك أخي أختم حديثي ولو أطلت الحديث بس إذا ترجع السياسة الأمريكية طلع واحد مستشار من القوي مال كارترز بيجينيا بريجينسكي عنده كتابين الفرصة الثانية والاختيار هذا ضرب السياسة الأمريكية كل عرض الحائط من ضربة عراق إيران. أنا بس معلش أنا أقطع حضرتك أنا سمعت حتة بس معلش الصوت مش واضح شوية بس أنت حضرتك بتقول إن السيسي و يعني رؤساء الدول العربية ماشي أنا عندي صحح الحتة دي بتقول إن هم أداء أو شطرنج في إيد الإدارة الأمريكية ولا أنا سمعت دي غلط؟ كلهم مو بس السيسي دول العربية والإسلامية والعالم الثالث. لا لا لا, لا, لا معلش أنا بعترض مع حضرتك في دي كنت تقول بعض الناس من الدول العربية الا الرئيس السيسي لان لو الرئيس السيسي شطرنج فيهم كان زمانه النهارده مش مغضوب عليه من الدول دي ومش مغضوب عليه من امريكا بالذات. كتاب مال جون بيركنز قلت لك جون بيركنز عنده كتاب باعترافات قاتل اقتصادي وبالنسبه
هذا بريجينسكي مستشار أمن القومي مال كارتر من إجا خلى سياسة جديدة مال أمريكا وضرب الشيء بالشيء نفسه، لأن قبلها كانت سياسة جورج مارشال زج ملايين الدولار في أوروبا، سياسة جون فوستر دالاس ألم فوستر دالاس وضرب الشيء بالشيء نفسه. مش الرئيس السيسي، لأن لو الرئيس السيسي زي ما حضرتك بتقول كان زمان النهاردة وضع مصر اتغير تماما النهارده، الراجل ده واقف قدام العالم كله، كان يبقى الطفل المدلل، كان يبقى الطفل المدلل النهارده، وكان يعني فالرئيس السيسي راجل يعني فعلا ربنا يحميه وربنا يحافظ عليه، لان فعلا الراجل ده رفع مصر والشرق الاوسط من يعني من اندر جراوند رفعهم فوق. هو استابليش سياسه مستقله يعني عن القوى الكبرى، يعني ممكن تقول رئيس قطر، ممكن تقول امير ده امير ده امير يعني قطر، لكن ما فيش شك ان بعض الرؤساء كانوا كده وما زالوا كده. يعني ما كانش بوضع مصر بالطريقه بالظبط، كان ممكن جمال عبد الناصر طلع حزب ناصري بالدول العربيه. اشكرك يا استاذ يوسف، واتمنى ان شاء الله نشوف نسمعك في مكالمات او في حلقات قادمه ان شاء الله. انا للاسف ما كنتش سامع الصوت كويس، وكمان مع اللكنه انا في حاجات هربت مني. ما انا مبسوط ان انت يعني يقارب ذس وان. ما فيش شك ان التعاون من بعض رؤساء العرب ده طبعا حاجه معروفه، ومعروفه من زمان جدا. لا يعني مثلا في ادوار بتاعه واضحه، مثلا دور قطر واضح جدا في اللي كان بيحصل بيبي المدلل. ما فيش شك من وقت للتاني بعض الرؤساء يعني وضعهم بيتغير من وقت للتاني، لكن لا اعتقد بالنسبه لمصر، والا ما كناش بوضعنا كده، ما كناش متهم في صحفي يتمسك. يعني كم صحفي بيتمسك في قطر وما حدش بيتكلم عنه؟ ده واحد عمل قصيده وكلم حتى مش صراحه، ويقال انه قال ان هو بينوه بالامير واخد 5 سنين يا استاذ نبيل، وما حدش يتكلم عنه خالص. وهنا لما مصر بيقبضوا على اي واحد في الشارع، بوليس يمسك واحد في الشارع، الدنيا بتنقلب. لكن يقول لك الديمقراطيه، ولما هنا بوليس بيمسك واحد، والهوملس اللي مسكوه الاسبوع اللي فات هنا في اللي ضربوه، وغيره وغيره، والناس اللي بتتمسك بالظبط وبيموتوا في ايديهم وهم بيمسكوهم. يعني ما فيش حد على فكره. احنا معانا فيديو حديث جدا لسه جاي، عمله لنا الاستاذ ماهر سعد، هو يعني اديتور في لوجوس، واعتقد ان هو شاف الفيديو وعمله بسرعه وبعته لنا، فنتفرج عليه. الاحداث بتاعت النهارده على الاحداث النهارده بيدينا ديتيلز سريعه عن اللي حصل، خاصة ان احنا الاحداث كانت يعني فيري كلوز للبرنامج، فما قدرناش نحضر حاجات كتيرة. نشكرك يا ماهر، ونبدأ نتفرج على الفيديو ان شاء الله دلوقتي. أدانت المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى لاعتداءات الإرهابية التي هزت العاصمة الفرنسية باريس، وعبرت الخارجية السعودية عن استنكارها الشديد للأعمال والتفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا. وأكدت المملكة العربية السعودية على ما سبق أن أعربت عنه من ضرورة تكاثف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة والهدامة التي تستهدف الأمن والاستقرار في أرجاء المعمورة كافة. كما شددت المملكة على ضرورة تطوير آليات فعالة للعمل المشترك على المستوى الدولي لمحاربة كل من يسعى إلى الهدم والتخريب. كما دان الرئيس الأمريكي باراك أوباما الهجمات التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، وأكد العمل على ملاحقة المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة ودعم الولايات المتحدة الكامل لفرنسا. القيم التي تمثلها فرنسا لن تؤثر عليها الأفعال الإرهابية أو الكراهية لدى هؤلاء الذين نفذوا هذه العملية، وسنعمل كل ما في وسعنا للعمل مع فرنسا والدول الأخرى لجلب الإرهابيين للعدالة وملاحقة الشبكات الإرهابية الأخرى. أثارت الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس ردود فعل دولية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما إذن أدنى الهجمات الإرهابية، مؤكدا تعاون الولايات المتحدة الكامل مع فرنسا لتوقيف مرتكبي الهجمات. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد أن بلاده ستفعل ما في وسعها من أجل مساعدة فرنسا. الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون من جانبه وصف الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس بالهجمات الخسيسة، كما أدان مجلس الأمن الدولي الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس.
فيما أدانت الرئاسة المصرية بأقصى العبارات الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس. روسيا هي الأخرى أدانت اعتداءات باريس، وعرض الكرملين مساعدة فرنسا في التحقيق. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربت عن صدمتها الشديدة جراء العمليات الإرهابية التي وقعت. أما إيطاليا فأدانت بشدة الاعتداءات، رئيس الوزراء الإيطالي تضامن بلاده الكامل مع فرنسا. مرة أخرى تهز الاعتداءات الدامية قلب العاصمة الفرنسية. مساء الجمعة عند حوالي 10 مساء قام مسلحون بإطلاق النار في الدائرة 11 في قاعة البتاكلون الحفلات، واحتجزوا بعدها عددا من الرهائن. في ذات الوقت هز انفجاران مدخلين لملعب ستاد فرانس في الضاحية الباريسية، حيث كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند يحضر مباراة بين الفريقين الفرنسي والألماني ليتم إجلاؤه مباشرة بعد ذلك. السلطات الأمنية صرحت أن أحد الانفجارين ناجم عن هجوم انتحاري. في غضون ذلك أطلق مسلحون النار على مطعم في الدائرة 10 قرب الجمهورية ريبوبليك. هذه الاعتداءات أدت إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. تحرك كبير للقوات الأمنية وفرق الإسعاف التي دوت صفاراتها في شوارع باريس التي خلت من روادها بعد أن سادتها حالة من الهلع. بلدية العاصمة طلبت من سكانها عدم الخروج من منازلهم، طلب تزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي حالة الطوارئ وغلق الحدود. لقد اتخذنا قرارين، حالة الطوارئ مما يستدعي غلق بعض الأماكن وقد تمنع حركة المرور. من المقرر أيضا أن تتم مداهمات في باريس وضواحيها. إعلان حالة الطوارئ سيطبق على كل الأراضي الفرنسية. القرار الثاني الذي اتخذناه هو غلق الحدود، ويجب أن نتأكد من عدم دخول أي أحد لارتكاب أي عملية كانت. إجراءات استثنائية لظرف استثنائي سيغير لا محالة سياسة مكافحة الإرهاب في فرنسا. أنا بشكر تاني ماهر على الفيديو ده لأنه عطانا آخر التطورات اللي حصلة في الموقف، وأشكره بشدة لأنه في الحقيقة زي ما قلت لكم كان وقتنا ضيق جدا قبل الحلقة أن احنا نحضر ماتيريالز كتيرة. فيديو ممتاز وفي معلومات كويسة. في الحقيقة أنا من الفيديو في كلمة أثرتني جدا أو يعني خلتني أفكر بسرعة، كلمة مداهمات، إنه الرئيس بيقول هيعمل مداهمات، ومداهمات معناها مفيش حرية إنسان وحرية حقوق إنسان أي حد مشتبه فيه هيروح وفين الديمقراطية وفين في شوارع هتتقفل طبعا. لما احنا بنعمل مداهمات الدين بتتقلب علينا ليه؟ احنا بنعمل مداهمات باذن من النيابه، يعني مش بتطلع كده، لا هو بالرغم من كده برضه هجيب بس النيابه. انا عايز اسال حاجه واحده، شوف هاو ميني كانتري كلهم عملوا ادانات، مصر عايزه بس 10 ادانات لاي حاجه بتحصل في الدنيا، يعني يدينوا اللي بيحصل في مصر او تأييد اللي بيحصل في مصر. وبعدين يعني اي قرار بتاخده مصر، الموقف في اوروبا بصفه عامه الفتره دي صعب لسبب. الفتره اللي فاتت دي في 800,000 مهاجر دخلوا اوروبا عن طريق نافع المهاجرين، يعني لسه هنفتح الموضوع ده بس ناخد بس استاذ محمود بالحقيقه اتصل 3-4 مرات واحنا طولنا عليه في التليفون. مساء الخير يا استاذ محمود. الو ان شاء الله. الو مرحبا، سامعيني؟ لا لا علي صوتك شوي. صوت شوي استاذ محمود. سامعني؟ لا برضه يا ريت ممكن نعلي الصوت شويه بالنسبه لنا اذا كان ممكن في الاستوديو. انا سامعك، بعرف اذا انت سامعني ولا لا. اوكي تفضل، دلوقتي احسن شويه، تفضل. طيب تحياتي لكم. وبعتقد انه تحيه برضه للقائد السيسي، وتعازينا لكل الضحايا العماله بتسقط اذا كان في باريس ولا في لبنان امبارح، وللعمال بيسقطوا في فلسطين كل يوم وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق. فأصبحت البشرية كلها شركاء في الحزن وفي الدموع وفي الدماء كل يوم والتفجيرات والإرهاب، في شك صح. لكن في عجالة أعتقد للمشككين في السيسي، بعتقد حتى لو قرأوا كل الأدبيات السياسة الخارجية الأمريكية مؤامراتها ومؤامرات CIA وكل اعترافاتهم، مش هيوجدوا في كل هاي الأدبيات التتبيل المصرية إشي اسمه محمود بدر
والورقة اللي عملها وغيرت مجرى التاريخ. فلكل المتفلسفين وبشككوا انه السيسي عملية امريكية ولا كله مثل الزعماء العرب، لا كان حصل كل الزعماء العرب صحيح اذناب، بس ما كان حصل انه طلع واحد اسمه محمود بدر وجماعة شباب صغار تكبيرة مصرية ومن خلالها صارت ثورة واجا السيسي في انتخابات شريفة. فلكل المشككين يرجعوا ونعنش عقولهم انه بكفي انهم يجلدوا بالذات ويكونوا سوداويين دائما. خلوا نقطة تفاعل وتكونوا حكيمين لما بتتصلوا، تحطوا الامور في نصابها الصحيح وعيب. هاي نقطة عيب للي بتصلوا بس بيطلعوا كلمات ما إلها معنى ويا عيب العيب. طيب بس لو سمحتوا لي في بعض الانتخابات، لو سمحتوا تفسروا لي هذه، في حال سقوط الكامل لكل جماعة حزب النور، كيف راح يكون الوضع مع السعودية وانتقامهم البدوي الأسود المخلوط مع السياسة؟ مش عارفين كيف راح يكون دوخين يلمونا. ولو سمحتوا تربطونا في الموضوع ما بين زيارة السيسي للندن وزيارة السيسي للسعودية في التعالي اللي كان حاصل بالاستقبال، شفناه واضح مع السعودية مع السيسي وبأكثر من الزعماء التانيين، واللي حصل فورا مع السودان وأثيوبيا، وكيف انه السودان فورا رفعت مطالب المحكمة الدولية في راس البشير بعد ما بعت الفقرة اللي عنده، بدل ما انه يعمل الوحدة في بلاده وخسر نص السودان، رايح يقتل لسه الابرياء كمان في اليمن وبعث لهم 1500. فسرونا هذه. وما بين اللي حصل في مصر لانها برضه رفضت تروح تقتل الابرياء في اليمن، عملوا لها موضوع الطائرة بإعاز على انه روسيا برضه وقفت مع الاسد، ويعني وقهرت القرداوي وكل مشي خذ الخليج لما قال غضبة لله يا أمريكا. طب إحنا بدنا غضبة لله من روسيا كمان ومن كل الأشراف اللي وقفوا نزيد دم الأبرياء. نسمع رأيكم إن شاء الله. وبرجع وبكرر في كل أدبيات السياسة الخارجية الأمريكية، قد ما عملت من استعمار ومؤامرات ما وجدوا تكبيرة مصرية اسمها محمود بدر، والعملية اللي عملها بورقة صغيرة وعملت ثورة لشعب 93 مليون. فالكل يحترم نفسه رجاءا. وخلينا نسمع رأيكم. شكرا لكم. شكرا أستاذ محمود. شكرا أستاذ محمود. في الحقيقة أستاذ محمود أثار مواضيع كثيرة جدا. حزب النور السعودية وزيارة السعودية. يعني موضوع حزب النور السعودية ممكن نتكلم فيه شوية، على أساس أنه أعتقد أن الشعب قال كلمته في إسقاط حزب النور وإسقاط أعداد عديدة من مرشحينه في المرحلة الأولى. أعتقدش في المرحلة الأولى بالضبط يعني. وناس كده بتقول إن ده إنديكيشن للمرحلة الثانية. إذا كان في معاقل وبالذات في اسكندرية الفشل الكبير ده، فما بالك في المناطق التانية اللي هي ده دليل واضح جدا يعني على نزاهة الانتخابات. ده كلام مظبوط. ما فيش شك. يعني إن الشعب قال كلمته بحرية كاملة. وهي دي النتيجه. مصلحه الزول لصالح مين؟ بالظبط. مفيش شعب. مفيش حد له مصلحه. ما عندكش حزب يتبع الحكومه ويتبع الرئيس. فانت عندك الشعب. وبعدين انا ارد على الاستاذ محمود في الكلمه بتاع الحزب النور السعوديه وزياره الرئيس السيسي للسعوديه، وطبعا احنا شفنا الاحتفال الجامد او الحفله البالغه اللي قبل بيها الملك. السعوديه كان حصل فيه في الفتره الاخيره نوع من قلق شويه من التاتش كده، توتر خفيف. توتر خفيف، وكانت بتلعب فيه جهات خارجيه بتغذيها. وبناء عليه ان ملك السعوديه لما حس، طبعا العقلاء اللي موجودين في السعوديه ودي ناس بنقدرها ونحترمها واصدقاء مصر الحمام الموجودين هناك بالظبط، انت خدت بالك. وبعدين ده وجود الامارات والكويت والبحرين، ابتدت السعوديه تفهم ان مصر ما بتمشيش ورا القلائل او ما بتمشيش ورا الشور. يعني مثلا جه موضوع اليمن والرئيس السيسي بعد شويه اليمن عشان الحوثيين في اليمن وكلام من ده. احنا ما بنجري يعني سياسة الرئيس السيسي ما بيجريش ورا حد او ما بيعملش ان واحد طلع هنا اي واحد يأثر على امريكا، لا ابعتي. هو بياخد قراره بناء عن اقتناعه الشخصي ان الشعب هيوافق معه على اي قرار بيعمله. مصلحة الشعب بدليل ان لحد النهاردة احنا بقالنا سنتين، النهاردة اولمو سنتين او فئتين مصر مع الرئيس السيسي،
هو الرئيس التنفيذي، هو الرئيس التشريعي، هو اللي بياخد القرارات التشريعيه، هو اللي بياخد القرارات التنفيذيه. ما فيش قرار اتخذ لحد الا لمصلحه مصر، الا مصلحه الشعب بالظبط، وبدأنا عليه وهي دي احساسه بالوطنيه والمسؤوليه. يعني انا بدنا نقول ان تقول انت بدنا للشعب، انا مش عايز اريحنا ساعتين كمان. يعني انا قد سالني كرايي الشخصي، انا احنا عامل ايه؟ الراجل بيتخذ قرارات في صالح البلد، لا حد بيعارضه ولا حد بيطلع يقول له لا، ولا حد بيقول له جبت الفلوس دي منين، ولا حد فلوس. هو الراجل بيعمل حاجه لمصلحه، الراجل مش عايز حاجه، مش قال لك انا عايز اقضي الاربع سنين الاولانيين، اذا قدرت عايز اكمل التنحى كمان، ومش عايز اكمل هاخد بعضي وامشي. فبالنسبه لحزب النور السعوديه، دي عباره عن صفقات سياسيه انتخابيه بتمشي كده فترات معينه بتهيج وما تروح هابطه تاني. لكن طبعا لا السعوديه تقدر تاثر على مصر، ولا تقدر تتدخل في الشان الداخلي لمصر، ولا مصر تقدر تتدخل في الشان الداخلي للسعوديه. ودي سياسات حطها الرئيس السيسي قبل كده، وقال لك انا لا عايز حد يخش في سياستي ولا اتدخل في سياسه حد، ودي حاجه ما تزعلش حد. بالنسبه لزيارته السعوديه، طبعا يعني الراجل حس، الملك السعوديه حس ان الرئيس السيسي مش هو الراجل اللي انت يعني ايه هتلعبه من بعيد لبعيد بالطرق اللي انت شايفها. مش ده بتاع اللعب، الراجل ده ستريت فورورد، هيجي لك ويواجهك ويقعد ويتفق ويشوف ايه اللي بعدين جالك لحد ما عندوش حاجه يخجل منها، ما فيش حاجه تخجل من ايه. وبعدين كنت انت النهارده برضه عشان نحط الامور في نصابها الطبيعي، كنت انت النهارده يا سعوديه بتديني فلوس او بتساعدني او واقف جنبي، مش معناها ان انت تمشيني. هي رايت نمبر 1، نمبر 2 انت مش مديني ده عشان خاطر حباب عينيا برضه. لا، انا بحميك برضه، وزني ايه هنا وانا بحميك برضه، ما في نفس الوقت انت بتديني انا برضه بعمل لك حائط صاد بالظبط، لانه هيطلع من عندي على البحر الاحمر يكون قاعد عندك جوه بكره بالليل. احنا قلنا في بدايه الحلقه طول ما مصر امنه، طول ما الدول دي كلها يعني انا عجبني قالها وزير خارجيه الامارات مع الرئيس السيسي الاول امبارح الاسبوع اللي فات، قال لك مصر هي حصن الامان بتاعنا كلنا. احنا كلنا عباره عن دويلات، سوري يعني الجيش بتاعنا كله ما يعديش. يعني تيجي مثلا بص دوله زي قطر، قطر 800,000 مواطن. لا، هي قطر عندها الظروف الخاصه، هي معتمده ان عندها قاعده امريكيه تعتقد ان هي دي لحمايتها. بس احنا بندي لك مثلا يعني الدولات اللي هي موجوده عندك، دبي وعجمان والشرق والبحر الحاجات دي كلها. يعني عندك قطر 800,000 مواطن، 800,000 مواطن لما تيجي تشوفهم قد شارع شبرا، يعني تجيب من اول يعني نص شارع واحد، شارعين في شبرا، ادي دوله قطر. ايه اللي مخلي قطر تعمل كده؟ ان قطر محتله من امريكا، نمره واحد، نمره اثنين، القناتين اللي طالعه بيهم قناه الانجليزيه وقناه العربيه، فدول عاملين لها حس. لكن لما تيجي تبص قطر كدوله لا تمثل شيء، لا فيها جيش ولا فيها دنيا، والشعب بتاعها مغلوب على امره، والراجل مره يقلب على ابوه وابوه يقلب على جده، يعني هي عمليه ماشيه هناك كده. لكن هي مصر هي رمانه الميزان بتاع الدوله، المنطقه كلها مصر وقعت، الشرق الاوسط كله بالظبط. تخيل انت النهارده لو مصر كانت وقعت ما كان حصل في سوريا واليونان والعكر، كل ده حصل فيها، كانت المنطقه كلها بقت خلاص، كانت خلصت امريكا بحققت المنطقه، كانت المنطقه كلها كده، ويبقى الدور على السعوديه والدور على الكويت خلاص. هي دول ما ياخدوش خمس دقائق، دول ما ياخدوش خمس دقائق، في اي اشكال في ده. معانا الاستاذ عزيز على التليفون. مساء الخير يا استاذ عزيز. مساء النور يا استاذ نبيل، اهلا بيك. مساء النور على حضراتكم. انا سامع التحليل بتاع الاستاذ رافت، بصراحه يعني انا معجب بيه جدا. الله يخليك. وتحليل منطقي. هو مصر فعلا هي رمانة الميزان بتاع الشرق الاوسط، والهدف كله من اللعبه دي كلها، واللعبه على المكشوف وواضح تماما، هو الجيش المصري. بعد ضرب الجيش العراقي وحاليا الجيش السوري، هو كان المقصود تماما هو الجيش المصري. وهدف وصول الاخوان للحكم هو ضرب الجيش المصري. طبعا. مظبوط. يعني هو ده الهدف الاساسي، لان لو انتهى الجيش المصري خلاص الخطه اتنفذت تماما، وده اللي وعيده الشعب المصري تماما. ودي يا استاذ عزيز ولولا الحمد لله ان احنا عندنا جيش العسكريه، اللي هم مش عاوزين اي خلفيه عسكريه، ليه هم مش عاوزين اي خلفيه عسكريه تحكم مصر؟ الهدف هو الجيش المصري. لأنه هو اقوى جيش في المنطقه، والجيش المصري لانه هو الميزه فيه ان هو جيش من الشعب للشعب، هو اقوى جيش في المنطقه، وهو ده هو ده المقصود. صح. اشكرك يا استاذ عزيز. وشكرا طبعا على التحليل السياسي الرائع، بس ليا تعليق بسيط يا استاذ نبيل. اتفضل. لما نتكلم في السياسه ما ندخلش النص الديني، او نسمع لحد يدخل لنا نص ديني في الكلام بالتحليل السياسي، ما ينفعش. يعمل ايه؟ انا لا معلش تاني كده، يدخل نص ديني في الكلام في الحقيقه ما ينفعش. نحلل سياسيا ونتكلم سياسيا ونقول بدا عقاب من الله. متفق معاك تماما. وانت لو لاحظت ان احنا ما علقناش، لاني يعني انا ما اقدرش اقول لا يا استاذ نبيل، حضرتك بتدير الحوار وتقدر تقول.
حاضر ما 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 يعني انا معاك، وعشان كده احنا ما علقناش عليها. في الحقيقه نشكر كمان الاخت ميري ملاك دخلت و يعني صححت بعض ما قيل او ما قيل في المكالمه. بس انا متفق معاك، انا مش مختلف معاك، انا بحترمها جدا، بس ما ينفعش اتكلم في نص وانا بحلل سياسه. اشكرك صح، لانه ده في الحقيقه ده كان سبب اشكالنا مع الاخوان المسلمين. بالظبط بالظبط. وفي حاجه بسيطه جدا، نفسي برضو من الاباء الكهنه، احنا بنحب السيسي جدا وبنحترمه، والراجل انقذ مصر من الاخوان، مفيش كلام. لكن ما ينفعش ان اب كاهن يتكلم في السياسه. اشكرك، ده صح. ما ينفعش ان الكنيسه تكون فوق للسياسه، ما ينفعش. صح معاك، واعتقد البابا في رحلته اكد كده اكتر من مره، وقال لو كان عندك الفرصه انك تتفرج على المؤتمر الصحفي اللي حصل هنا في قناه اللوجوس كان فيري كلير، لان ده سؤال اتسال للبابا، ايه دور الكنيسه في السياسه او دور حتى القنوات المسيحيه في السياسه، وهل يمكننا احنا نتكلم؟ وقال انه هناك فرق كبير بين ان شرح الموقف السياسي وانك تاخد سايت مع اي حد، لأن الكنيسة ليست مكان للسياسة. مظبوط، وأشكرك على الملاحظة الجميلة دي. Thank you يا أستاذ عزيز. شكرا. الأستاذ عزيز واضح أنه هو يعني برضو قال لنا نقطة كويسة بتاع الدين دي، وإحنا في الحقيقة ما رضيناش نعلق عليها، لأن أنا مقتنعين بده. مفهوم وفي الوقت نفسه تاخدنا في جو أنك بتقدرش تتكلم معاه في أي حاجة. يعني إحنا بنتكلم عن الوضع السياسي و الرؤية السياسية لما يحدث في العالم من ناحية السياسية. بالظبط. والناحية الدينية طبعا لها مجالها ولها ناس تقدر تتكلم فيها يمكن أحسن مننا يعني. ده كلام مظبوط. احنا فاضل لنا حوالي 4 دقائق، كان بس ليا تعليق على مكالمة الأستاذ محمود، إنه طبعا السيسي مش أداة في أمريكا، وإلا ما كانش أولا يهاجم زي ما أبو هاجم. ما كانش ياخد له سنة بحالها بهدلوه فيها. بالظبط، ما كانتش مصر تهاجم على كل حاجة حتى لما بتدافع عن نفسها ضد الإرهابيين. ما كانش الإخوان يبقوا محتضنين في الوايت هاوس. يعني أنا ما أعتقدش كل ده. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي محتاج كلام يشرح موقفه يعني، ولا هو إيه ولا بتاع، لأن المواضيع دي خلاص ثبتت بأدلة، مش بالدليل، بأدلة قاطعة من بداية، من قبل 30 يونيو. مصر فيها 93 مليون سيسي. المواضيع دي كلها. أمريكا قدرت على 93 مليون سيسي، تبقى وضع أمريكا اختلف في الشرق الأوسط. ما فيش شك. يمكن أهم نقطة يعني أثيرت في الحوار دي، إن رد الفعل العالمي تجاه ما حدث النهاردة ما كانش هيتغير عن قبل كده، هتبقى احنا واقفين عند نفس النقطة بالنسبة لمقاومة الإرهاب. يا في نقطة تانية بس اللي ممكن في من شوية كنا اتكلمنا فيها، المهاجرين. انا كنت بقول ان الفترة اللي فاتت في حوالي اكتر من 800,000 مهاجر دخلوا اوروبا عن طريق البحر، ومعظمهم نسبة كبيرة منهم معظمهم بدون أوراق هوية، بدون جوازات سفر أو بطاقات أو حاجة، محدش يعرف عنهم حاجة. دول انتشروا في أوروبا. الموضوع ده ما كانش هيبقى له يعني نظام على ضوء ما يحدث في العالم من إرهاب، لأنه ممكن من خلال المهاجرين دول يكون في مندسين، ما فيش شك، ده في كتير، ممكن يكون في منهم، لأن الحركة كبيرة والضغط على أوروبا كبير، فممكن من خلال هذه الحركة بعض الهربيين يندسوا يبقوا منتشرين في أوروبا. فيعني نرجو أن المسؤولين في الدول دي اللي استقبلت يبقى تعاملهم مع المهاجرين يكون في شيء من الحذر. وأنا ليه أستاذ وتنظيمه. طب وأنا ليه بقى عندي مهاجرين؟ أنا ليه أهجر ناس من بيوتها؟ ممكن هو طبعا أنت عارف أن أوروبا لها دور إنساني. لا انا فاهم هو السبب ده، عايز اقول ليه اهجر الناس من بيوتها؟ ما ده بقى الدول العالم كلها الدول العظمى تقف وتروح توجه. انت ليه النهارده عايز تشيل حافظ الاسد؟ امين بشارك مش عارف ليه وصلنا للنقطه دي تقصد؟ ليه وصلنا للنقطه دي؟ طب انا عندك سوريا فيها 50 بلاير بيلعبوا جوه. البلاير الكبير مين فيها؟ انت عندك بوتين وعندك اوباما وعندك الاتحاد الاوروبي. سيبك من العالم الثاني دي كلها،
ليه الناس دي كلها ما يعملوش مؤتمر دولي يقعدوا مع بعض فيها؟ المفروض ان بشار الاسد بشار الاسد مشوا من هناك، معناها اصبحت عندنا الدوله الاسلاميه الداعشيه موجوده هنا. معلش هو عندنا ممكن العراق وعندنا ده لا هو يبقى في يعني افكار مطروحه، يعني لو كان بشار نفسه مثلا عليه اي يعني تساؤلات او اي ممكن يستدعي يعني ويخلي نفس الدولة ممكن يبقى في انتخابات مشكلة. لا انا اقصد يتعمل حاجة يتعمل انتخابات أوكي. رئاسية أوكي. والشعب السوري يقول هو عاوز ايه بس يختارها. اعمل ده امتى؟ لما نظف اه طبعا لا ده نمرة واحد انظف نمرة واحد انظف بس اوقف الدولة على على رجليها تاني كلام مظبوط واخد بالك وبعدين اجي بقى جوه الدولة العالم كله يتكاتف ويقولوا له احنا عايزين هو المفروض لو هو شايف ان الشعب عايزه يدخل الانتخابات زيه زي اي حد بوتين لو لو قال لبشار امشي الصبح هيمشي الصبح واحنا وينوزت احنا عارفين الكلام صح. في بعض في بعض الاقوال بتقول ان الشعب السوري خايف ان هو يمشي خلاص سوريا تضيع طب وده اللي هيحصل ما هو ده برضه الشعب السوري النون ده نبص له ده ما انت عندك الشعب السوري النون اللي هو عايش في الشمال هو لما السنه والشيعه والعلويين والاخرين لكن انت عندك النهارده الاستاذ نبيل قال عندك الداعشين وعندك الجهاد الاسلامي الجهاد الاسلامي متعاطف مع الداعش بس ما بيحاربش مع داعش بس هو ضد الرئيس بس النهارده انت لو قضيت على داعش الجهاد بيحاربه لو قرب عليه ده كلام مظبوط أيوة. فانت النهارده عايز تنظف ده وتنظف ده كل ما هو له اتجاه تطرفي دينيا ده المفروض يخرج من المعادله يفضل الموجود المدني ويتم انتخابات وتحت اشراف دولي والشعب يقول كلمته انا امل في هذا اللقاء ان احنا قبل ما ننهي يعني ان العالم كله يبص النهارده لموضوع الارهاب ان الارهاب لا له دين ولا له وطن بالزبط. امل النهارده ان هم يبصوا للارهاب يعني الخبط اللي جت في فرنسا دي طبعا كلنا حزنانين ليها وكلنا بنأسف ليها الخبط اللي حصلت في لبنان امبارح كلنا بنأسف ليها طبعا. بس اللي انا بتمناه ان احنا بقى نروح قلبين الصفحه كده ونرجع لمصر نقول مصر بقى لها كام سنه بتعاني من الارهاب كام ضابط جيش مات كام ضابط شرطه مات كام طفل اتيتم كام اب مات كام ام اتيتمت وهو الى اخره الناس دي نبص الحصيله دي كلها احنا عندنا 600 ضابط شرطه انقتلوا جيش الناس دي تقعد كده تعمل حسابات حسابات انا اقول لك لا ده مصر كان عندها حق ما مصر لما وقفتش ده عندها وقتلت ده عندها كل ده هيجي كل هيطلع بره وده اللي حصل هو ده اللي حصل بالزبط. اللي بيتزنق عليه في مصر بيطلع بره احنا وقتنا بدا يخلص ومعايا مكالمه سريعه تاني من مدام ميري مساء الخير يا مدام ميري دقيقه واحده يا مدام ميري اتفضلي الو ايه رامينشتي اتفضلي معايا اتفضلي الو ايوه معاكي على الهوا اتفضلي الو مساء الخير يا استاذ نبيل معلش انا اسفه هو انا كمني سايقه فانا الخط بيقطع شويه ويجي شويه فانا اسفه انا سمعت جزء من المكالمه اللي فاتت لان زي ما بقول حضرتك الخط بيقطع كل شويه لكن انا بس محتاجه اوضح حاجه انا تعليقي الاخير على المكالمه اللي كانت بتتكلم على بطام ربنا بالعكس انا قلت ان احنا ما يصحش ان احنا نقول ربنا له طار لكن انا بتكلم ان ربنا هو ضابط الكل في الاخر ولو قلنا ان ربنا بمعزل عن الدنيا وبمعزل عن ما يجرى في العالم يبقى احنا كده بنقول ان ربنا مش ضابط الكل فالكلمه اللي انا قلتها بالتحديد ان ربنا بيحفظنا بنعمته في كل اوان لو نعمه ربنا دي ثبتنا لحظه العالم كله معرض ان يحصل فيه اي حاجه وقلت ان دايما اي كارثه بتحصل حتى اي تجربه في حياه الانسان الشخصيه فالكنيسه بتعلمنا ان ايا كان سببها سببها عقوبه سببها بركه سببها تشفيه الا ان الانسان عليه ان هو ينتبه ان هي في الاخر هي بوق انذار ودعوه للتوبه وبالنسبه للخطيه للمكالمه اللي قبل كده كان اتكلم عنها معروف من الكتاب المقدس ومن العهد الجديد ان غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم محدش بيقول ان دي بالتحديد علشان دي لكن انا كان تعليق عام على المكالمه اللي كانت تصدقني فكنت بعلق عليها من هذا الموضوع معلش يا اختي ميري هضطر لا انا خلصت خلاص ثانك يو اوضح النقطه بس قبل ما نخلص بسرعه الف شكر يا ميري شكرا يا ميري كلمه ختاميه استاذ مجدي على موقف اللي حصل وقدمناش وقت كتير عشان بس نخلص طيب احنا يعني اهم حاجة في الموقف اللي حصل طبعا بنعيد برضو تقديم التعازي للشعب الفرنسي ونرجو من دول العالم الكبرى اللي في ايديها يعني القدرة على انها تحارب هذا الارهاب وتدعم الدول اللي بتحارب هذا الارهاب انها تغير الاتجاه
وتبتدي مرحلة جديدة جدية سريعة في أقرب وقت ممكن، لأن الموضوع لا يحتمل التأجيل، والموضوع بيتطور بسرعة وبينتشر بأسرع، وهكذا مع التطور العلمي التكنولوجي اللي في العالم. الإرهاب بيستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة وبيستخدمها في اللي بيحصل اللي احنا بنشوفه ده. استاذ برضو انا اقول كلمه سريعه برضو تعالينا برضو للشعب اللبناني والشعب الفرنسي في اللي حصل ليهم، لكن برضو عايز اقول ان لازم الدول العالم كلها تقف تبتدي من مصر، لان هي مصر لو بتحافظت على الارهاب العالم كله هيقضي على الارهاب معاه. الارهاب كله بيطلع من مصر، ما قدرناش نقدر عليه بيتصدر لبره، واحنا شايفين النتائج اللي حصلت ايه، ده نتيجه ان الارهاب في مصر بنحاول نزنق عليه وبيحاول يمسكه فيه، فما بلاقيش مكان بيضطر فين يطلع في اماكن ثانيه. فنأمل ان ده يكون يعني نأمل ان يكون حتى الاداره الامريكيه يعني بالظبط. اما شوف بس اوباما بكره هياخد الكلب بتاعه يروح يفسحه هو يطلع. احنا بالمناسبه دي برضو بنركز يعني يمكن احنا في بدايه الحلقه علشان الحدث بتاع باريس كان هو اللي واخد الاتنشن بتاع الميديا كلها. انما طبعا الحدث بتاع لبنان برضو حدث يعني فظيع، والشعب اللبناني وهو الارهاب زي ما قلنا انه موجود في كل حته وبيحصل، ما كناش مجادين في محاربته يعني هيهتس في حتت كتير يعني برضو دي مسؤوليه الدول الكبرى انها تساعد الدول اللي يعني متواجد فيها الارهاب للمساعدة على الخلاص منه في أقرب وقت ممكن. أشكركم على وجودكم معنا النهاردة. شكرا ليك أستاذ نبيل. شكرا. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. بليز صلوا من أجلنا وصلوا من أجل العالم، ونطلب الرحمة من ربنا يسوع المسيح عشان يحط إيده ويحط السلام في العالم كله. تصبحوا على خير ونشوفكم مرة جاية.